السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة نرمين محمود من فريق مبدعون، والنهاردة إن شاء الله معانا تشابتر من كتاب بورد فارماكوثيرابي 2018، وهو تشابتر الـ HIV and Infectious Diseases. طبعا يمكن بعضنا بيلاقي إن التشابتر دوت مش ظريف بالنسبة له، طبعا لأن هو فيه أدوية كتير جدا وأسماءها يمكن غريبة شوية نظرا لطبيعة المرض نفسه اللي هو مش متداول كتير، لكن ان شاء الله باذن الله هنحاول ان احنا نشرحه ونبسط الاسماء الادويه باذن الله، على اساس ان احنا نضمن درجته في الامتحان. هو بيجي مثلا حوالي مش اقل من 5 لـ 7 اسئله، واسئلته بتبقى سهله ومباشره، فان شاء الله هنضمن درجتها مع بعض باذن الله. اول حاجه هنتكلم عليها هو مرض الـ HIV او الهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس، او اللي اسمه مرض الايدز زي ما احنا عارفينه، وهو مرض نقص المناعة المكتسبة او الاكوايرد اميونو ديفيشنسي سيندروم. يمكن انا حابة ان انا اول حاجة اتكلم معاكو على اللايف سايكل بتاعة الاتش اي في. هي مش موجودة في الكتاب، بس انا قلت لازم نبقى برضو يعني ايه نشرحها بطريقة مختصرة عشان نفهم ازاي بيحصل الانفكشن بالاتش اي في. انا حطيت لكم هنا صوره مجمعه لللايف سايكل كلها مع بعض، وبعدين حطيت صور وراها عشان لما نيجي نقول الخطوات لو حد حب ان هو يمشي معانا. معلش هي يمكن زحمه شويه، بس انا حبيت ان انا احطهم كلهم في سلايد واحده يبقوا واضحين معانا اكتر. اول حاجه طبعا احنا عارفين ان الاتش اي في دوت ده تيبيكال ريترو فيروس، فبالتالي بيبقى عنده انفلوب من بره اللي هو زي ما احنا شايفينه في الصوره كده. في بقى جوه عندنا الشريطين دولت الار ان اي، وفي كمان الريفيرس ترانسكريبتيز ودوت بيحول الار ان اي للدي ان اي. طيب الفيروس عندي علشان يهاجم التي هيلبر سيل بتاعه الانسان، فهو محتاج السي دي 4 ريسبتورز، ودي بتبقى موجوده على الهوست سيل، ومحتاج كو ريسبتورز ثانيه زي السي سي ار 5 والسي اكس سي ار 4، ودول موجود اسمائهم هنا عندي في السلايد الثانيه دي. دولت بيعملوا انتر اكشن مع البروتين ريسبتور اللي موجود على الفيرال انفلوب، وبيبقوا عباره عن تو جلايكوبروتينز، واحد اكسترا سيلولار جي بي 120 والتاني اسمه ترانسكريبتيز او سوري ترانس ميمبرين جي بي 41. لما بيقرب بقى الفيروس من الهوست سيل اللي هو الهيومن سيل، فهلاقي الجي بي 120 دوت بيعمل حاجتين. اول حاجه ان هو بيمسك في السي دي 4 ريسبتور، اهي موجوده عندي في الصوره السي دي 4 ريسبتور، وتاني حاجه ان هو بيعمل بايندينج للتو ريسبتورز للكور ريسبتورز، بايندينج للكور ريسبتورز. فالبايندينج دوت هيعمل لي كونفورميشنال تشينجز، ويخلي الجي بي 41 دوت ان هو بيطلع ويحط الاطراف بتاعته بتبقى عامله زي الرجلين كده برضو زي ما هي واضحه في الصوره، ودي بتبقى هيدروفوبيك تيرمينالز، فبيطلع التيرمينالز بتاعته دي ويحطها على الهوست سيل ممبرين، فدوت بيسهل انه يحصل فيوجن ما بين الفيروس ممبرين وما بين الهوست سيل ممبرين. بيحصل ان هما بيتداخلوا مع بعض، بيحصل فيوجن بيتداخلوا مع بعض، فالفيروس بيحقن الجينيتك ماتيريال بتاعته جوه الهوست سيل، والانفلوب بتاعه بيسيبه بره خلاص مش محتاجينه، وبيسيب التي هيلبر سيل. دلوقتي بقى لما حصل الفيوجن والانفلوب بقى بره السيل اللي موجود دلوقتي عندي جوه الماتريكس والكابسيد بروتين بتوع الفيروس، دول بيحصل لهم دايجشن جوه السيل بتاعة الانسان، ويطلع الفيرال انزيمز والفيرال ار ان اي. يجي بقى دور الريفيرس ترانسكريبتيز ان هو بياخد الفيرال ار ان اي ده ويحوله عن طريق الهوست نيوكليوتايد الى سنجل ستراند من الدي ان اي زي ما احنا شايفين هنا في الصورة، وبعد كده بيحصل ريفيرس ترانسكريبشن تاني عشان يحول السنجل ستراند ده الى دبل ستراند دي ان اي. طيب في المرحلة دي بقى يجي بعد كده دور الصورة اللي بعد كده الانتجريز انزيم، ده بيعمل ايه؟ بيمسك فيه الدي ان اي عشان يدخله جوه النيوكليوس بتاعة الهوست سيل، في هولز كده زي ما احنا شايفين النيوكليير هول، يقوم هو يدخل جواها، فعن طريقها بيدخل للنيوكليوس بتاعة الهوست سيل، جواها طبعا هيلاقي الكروموزومز، يبدأ الانتجريز انزيم يقطع في الكروموزومز ديت بتاعة الانسان،
ويقوم بيقطع في الدي ان ايه ده ويلزق الفيرال دي ان ايه اللي هو اللي دخل بيه، اللي هو الجزء اللي لونه بيربل ده، هيدخل جوه دلوقتي ولزق بقى فيه في الدي ان ايه بتاع الانسان جزء من الفيرال دي ان ايه، بقى هو داخل مع الدي ان ايه بتاع الانسان. في اللحظه دي بيحصل الانفكشن. بعد كده الار ان ايه بوليمريز بيعمل حاجتين، بيصنع الماسنجر ار ان ايه، وده بينقل الجينيتك فوق الجينيتك كود بتاعه الفيرال بروتين، وكمان ان هو بيروح للرايبوزوم عشان يصنع الانفلوب بروتين، وبيصنع كمان الفيرال انزيمز. دلوقتي بقى عندي الفيرال كومبوننتس جاهزه والجينيتك ماتيريال والانزيمز والانفلوب، يبتدي دلوقتي يتكون فيروس جديد ويبتدي ان هو يخرج بره السيل، بيخرج طبعا باعداد كبيره جدا، اطنان من الفيروس بيطلع علشان يهاجم سيلز جديده. بعد ما عرفنا ازاي بيحصل المرض، اول حاجه بقى هنتكلم فيها بعد كده هي طريقه انتقال ال HIV او الترانسميشن اوف HIV. اول حاجه هي السكشوال ترانسميشن، وده بيبقى هومو او هيتروسيكشوال، وبيزيد طبعا لو في سكشوال بارتنرز كتير. طب ازاي اعمل البريفنشن؟ من ضمن الحاجات اللي بعمل بيها بريفنشن هي البري اكسبوجر بروفيلاكسيس. لو مثلا عندي اي مثلا في حصلت سكشوال ريليشن شيب مع مريض وكان اتش اي في بوزيتيف، او لو حد كان اتشخص بالاتش اي في في اخر 6 شهور، او لو في مثلا مان ما بيستخدمش الكوندوم بانتظام مع وومن وهي مش معروف الحاله بتاعتها اللي هي بوزيتيف او نيجاتيف اتش اي في، وبرضو عن طريق المدمنين الأدوية المخدرة. لو واحد مدمن في آخر 6 شهور مثلا، بقاله 6 شهور بياخد أدوية مخدرة، وطبعا ده بيبقى طبعا عن طريق الحقن والأدوات اللي بتستخدم علشان المخدرات وكده مع المدمنين مع بعض، فطبعا الشير اللي بيحصل للحقن دوت ده بيخليه طبعا عرضة لأن هو ما يعرفش المدمن اللي معاه التاني دوت هل هو HIV positive أو negative. بعد ما عرفنا ازاي بيحصل الانفكشن بالHIV، هنتكلم بعد كده على الترانسميشن او اوف HIV، او ازاي بينتقل الHIV من انسان لانسان تاني. اول حاجه هي السكشوال ترانسميشن، وده بيبقى هومو او هيتروسيكشوال او مع زياده النمبر اوف سكشوال بارتنرز. طب ازاي اعمل بريفنشن؟ في من طرق البريفنشن هي البري اكسبوجر بروفيلاكسيس، ودي بستخدمها لو في اي ريسك انه يحصل HIV، زي مثلا في حاله ان لو حصل اي سكشوال ريليشن شيب مع HIV بوزيتيف بيشنت، او لو حد اتشخص بالHIV في اخر او خلال 6 شهور، لو في مثلا برضو مان ومش بيستخدم الكوندوم بانتظام مع وومن وهي مش معروف الحاله بتاعتها هل هي HIV بوزيتيف او نيجاتيف، وبرضو في حالة الإليسيد دراجز أو الأدوية المخدرة، طبعا عن طريق الحقن والشير اللي بيحصل للحقن ديت مع للمدمنين مع بعضهم، فده طبعا بيخليه عرضة لأن هو مش عارف المدمن اللي معاه ده ممكن طبعا يبقى HIV positive وهو ما يعرفش. برضو بعمل بري اكسبوجر بروفيلاكسيس لشخص لو كان هيتعامل او هيروح لمكان فيه مصدر للانفكشن بالHIV، بان انا اعمل له تشيك للHIV انتي بودي واتاكد انها نيجاتيف، وده بعمله له كل 90 يوم. كمان ممكن ان انا اديله تينوفوفير دايسوبروكسيل فيوميريت 300 ملي جرام مع امتريسايتابين 200 ملي جرام في اليوم. ولو هو بياخد التينوفوفير فلازم اعمل له رينال فانكشن تيست كل 6 شهور. كمان من ضمن الطرق الترانسميشن بتاعه الHIV البارنترال اكسبوجر للبلاد او البلاد برودكتس، وده طبعا في حاله زي ما قلنا الدراج ابيوزر اللي هم مدمنين المخدرات، عشان طبعا النيدل شيرنج اللي بيحصل، وكمان في حاله الهيموفيلياز والبلاد ترانسفيوجن ريسيبينتس. كمان في بريكوشنز لازم اخد بالي منها، ان انا طالما ان الانسان هيتعامل مع اي حاجه زي البلد او السكريشنز او اي فلويد مثلا السيمن والفاجينال سكريشنز، اي تيشو، اي سيريبروسباينال فلويد، اي ساينوفيال فلويد، بيريتونيال فلويد، بريكارديال فلويد، امنيوتيك فلويد، ساينوفيال فلويد،
او البلد، لازم ان انا ياخد باله طبعا انه يعرف ان هو عرضة للانفكشن بالاتش اي في. لكن لو كان اي حاجة بخصوص النيزل سكريشن او السبيوتم او سويت او تيرز او اليورين او البريست ميلك او السلايفا او اي حاجة في الفيس، فده مش عرضة اصلا ان هو يتنقل، لان دي مش من وسائل الترانسميشن بتاعة الاتش اي في. حطيت لكم برضو صورة هنا علشان تختصر او بتوضح لنا الوسائل الترانسميشن بتاع الاتش اي في، ان هو بيتم عن طريق اي حاجة فيها فلويد او تيشو او بلد او سيمن او اي فاجينال سيكريشن، لكن ما بيتنقلش عن طريق اي حاجة تانية. برضو في من وسائل الترانسميشن اوف اتش اي في البيرينيتال ترانسميشن من الام الى الجنين، وده بيبقى من خلال الماتيرنال سيركيوليشن او اثناء الدليفري او بعد الولاده، ممكن برضو عن طريق البريست فيدنج. وفي الحاله دي انا بستخدم الزيدوفودين، وده بيبقى احسن علاج ان شاء الله هناخده لما نيجي نتكلم على الدراجز بتاعه الاتش اي في. ده احسن واحد بيقلل الريسك اوف ترانسميشن من الام الى الجنين. بعد كده هنتكلم على الدايجنوزز بتاع الاتش اي في. ستيب 1 ان انا بعمل الفورث جينيريشن اتش اي في تيست. لو لقيته نيجاتيف يبقى هو كده خلاص ما عندهوش حاجه وما عندهوش اتش اي في، ومش محتاج ان انا اعمل له اي تحليل تاني خلاص. لكن لو هو بقى بعد ما حصل انفكشن باسبوعين او 3 اسابيع اعمل له التيست ده، لو طلع بوزيتيف بقوم رايحه على ستيب 2 اللي هي ان اعمل الاتش اي في تيست علشان افرق ما بين الاتش اي في 1 من ال HIV 2. لو طالع بوزيتيف يبقى كده هو خلاص عنده HIV، وفي الحالة دي اعمل له المالتي سبوت HIV 1 HIV 2 رابيد تيست عشان افرق ما بينهم. لكن لو التيست طلع نيجاتيف او انترميديت، لو ال HIV تيست طلع نيجاتيف او انترميديت، بدخل على ستيب 3 اللي هي ان انا اعمل HIV 1 نيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست، ودوت علشان اعمل بي سكريننج لل HIV 1 RNA. لو طلع نيجاتيف يبقى هو كده HIV 1 نيجاتيف، لكن لو طلع بوزيتيف يبقى هو كده عنده HIV، واعمل له بقى HIV 1 NAT تيست، تحليل اسمه HIV 1 NAT تيست، ودوت بيشمل حاجتين: الابتما HIV 1 RNA qualitative assay والبروكليكس التريو. مهم بقى بالنسبه لي بعد كده ان انا اقيس الفيرال لود. بمعنى ايه؟ يعني ايه الفيرال لود؟ معناها ان انا بعمل تيست للار ان ايه في السيرم، وده بيبقى تيست للفيروس مش للانتيبيوتيك مش للانتيبوديز. يعني انا بشوف الفيروس نفسه كميته قد ايه في السيرم، والفاليوز اللي بتطلع لي ديت بتبقى بعبر عنها يا اما كوبس بير ملي لتر يا اما لوج الكوبس بير ملي لتر. الجول بتاعي في العلاج ان انا اوصل للفيروس سبريشن، ودوت بيبقى بقى انا عايزه اوصل لفيرال سبريشن اقل من 20 لـ 75 كوبس بير ملي لتر. وكمان ان اثناء ما المريض بياخد العلاج بتاعه اني الاحظ ان الار ان اي ده بيقل حوالي 3 مرات عن الرقم الاصلي اللي كان عليه. بمعنى ان هو لو كان 150 كوبس بير ملي لتر الاقيه يقل ان هو يوصل ل 50 كوبس بير ملي لتر، ولو كان باللوج هيبقى نص لوج. بمعنى انه لو كان مثلا 2 لوج بير ملي لتر الاقيه يوصل ل1.5 لوج الكوبس بير ملي لتر. طب بالنسبه للفيرال لود بتاعي دوت ايه اهميته؟ ايه اهميه ان انا اقيس الفيرال لود؟ والله هو بيفيد في كذا حاجه. اول حاجه انا ببقى عايزه اعرف هل الانتي ريتروفايرال ثيرابي اللي هو الدراج بتاع الانتي الاتش اي في اسمه الانتي ريتروفايرال ثيرابي، هل هو افكتيف ولا لا؟ وكمان برضو الفيرال لود دوت بعتبره بيز لاين للعيان بتاعي اللي هو اول مره متشخص بالاتش اي في، فانا بقيس الفيرال لود عشان يبقى بيز لاين بتاعي وعلى اساسه اقدر اعمل فولو اب للعيان بعد كده. وكمان برضو لو العيان بتاعي مثلا مش بياخد علاج، فطبعا فبالتالي هو هيحتاج متابعه، فبتابعه كل من 3 لـ 6 شهور، فبرضو الفيرال لود ده هو اللي على اساسه بتابع بيه العيان كل فتره. كمان لو كان العيان بدا العلاج بالانتي ريتروفايرال ثيرابي ده من 4 اسابيع او من 4 لـ 8 اسابيع، او مثلا كنت انا عطياله علاج وبغير العلاج بتاعه ده، فانا بالتالي بقدر احدد بيه هل حصل
ديكريس في الفيرال لود ولا لا. هل كده لما انا غيرت له العلاج هل حصل بقى افكتيف معايا، هل ده حاجه كويسه بالنسبه له ولا لا. كمان برضو في حاله ان انا ممكن اقيسه للعيان كل 3 4 شهور عشان اشوف بتاعه، اشوف العلاج لو هو ماشي على علاج معين، غير ان انا بقى بغير له العلاج، لا هو ماشي في علاج معين هو ماشي بيه، فانا على اساسه بقيس له كل 3 4 شهور علشان اشوف هل العلاج مناسب له ولا حصل ثيرابي فيلير. برضو من ضمن التستس اللي بستخدمها في الدايجنوزز اوف اتش اي في هي السي تي 4 تي سيل كاونت، ودي بتبقى مختلفة عن الفيرال لود اللي اتكلمنا عنها من شوية، ان هي كانت بتقيس الفيروس في السيروم، لكن السي دي 4 كاونت فهي بتقيس الاميون فانكشن. يعني بالتالي ان كل ما تزيد طبعا ده معناه ان الاميونيتي بقت كويسة وبقت احسن، فدي طبعا هتديني فكرة ان انا اقدر ان انا امتى اقدر ادي الانتي ريتروفيرال ثيرابي، وكمان امتى اعمل بروفيلاكسز اجانست الاوبورتونيستك انفكشن اللي هنتكلم عليهم قدام وهنعرف ايه هم وهنتكلم عنهم ان شاء الله. النورمال فاليو بتاعت السي دي 4 بتبقى من 500 ل 1300 سيلز بير كيوبيك مليمتر. بالنسبه للعيان بتاع الاتش اي في لو حصل تغيير يعني زياده في السي دي 4 كاونت دي بنسبه 30% فطبعا ده بيبقى بالنسبه لي رقم كويس and to be considered. مريض الاتش اي في لو ما تعالجش السي دي 4 كاونت بتقل كل سنه بتبقى بنسبة او بتقل 50 ل 80 سل بير كيوبيك مليمتر. على العكس بقى ان هو لو مع ان هو بياخد علاج هلاقيها ان هي بتزيد من 50 ل 100 سلز بير كيوبيك مليمتر كل سنة. طيب عايزة اتكلم دلوقتي واعرف مين اللي لازم اعمل له سكرينينج للاتش اي في. هنلاقي ان كل الاشخاص اللي في سن من 13 ل 64 سنة في الهيلث كير سيتنجز لازم اعمل لهم سكرين للاتش اي في، وكمان كل الادلتس اللي بيبقوا ات هاي ريسك للانفكشن دول لازم اعمل لهم تشيك اب انيوالي. كمان طبعا زي ما اتكلمنا اللي هم الدراج ابيوزرز مدمنين الحقن المواد المخدره دول برضو لازم على طول اعمل لهم سكرينينج. الناس الاشخاص اللي بيعملوا ان بروتكتد سكس وذ سيفرال بارتنرز، مان هو هاف سكس وذ مان، كمان لو في اي اشخاص او بيتعالجوا وعندهم سيكشوالي ترانسميتد ديزيزز، الاشخاص اللي بيتنقل لهم دم كتير، والبريجننت وومن برضو دولت من الناس اللي لازم على طول اعمل لهم سكريننج للاتش اي في. بالنسبه للبرايمري اتش اي في انفكشن هنلاقي ان الانكيوبيشن بيريود بتاعه الاتش اي في من 5 ايام ل 3 شهور، وبعدها بتظهر عليه الأعراض اللي بتستمر من 3 ل 14 يوم. الأعراض دي بتبقى فيفر، ليثرجي، ميالجيا، دايريا، فوتوفوبيا، هيدك، ليمفادينوباثي، سور ثروت، ماليز، أرثرالجيا. وأول ما يحصل إنفكشن بالإتش آي في هنلاقي إن هو بيحصل له ريبليكيشن سريع جدا، يعني يقول لك إن كل يوم بيبقى حوالي من 109 لألف وعشرة فيريون من الفيروس بيطلعوا. طب هل أنا ممكن أعمل فاكسينيشن لمريض الـ HIV؟ طبعا بياخد بكل الفاكسينيشن، بس ما ياخدش أي لايف فيروس فاكسين لو كان الـ CD4 كاونت بتاعه أقل من 200. يبقى لو كان الـ CD4 بتاعه أقل من 200 ما ياخدش أي لايف فاكسين. بياخد بقى عادي الإنفلونزا فيروس كل سنة، وياخد النيوموكوكل. كل مرضى الـ HIV لازم ياخدوا الهيباتيتس B، ولو حد لو عنده ريسك للإنفكشن بـ الهيباتيتس A فبديهوله، بديله الـ A. كلهم بياخدوا المنينجوكوكل فاكسين، وكمان الهيومن بابيلوما فيروس، ودول بياخدوه على 3 دوزز لغاية سن 26 سنة، وكل الميلز والفيميلز بياخدوا الفيروس بياخدوا الفاكسين ده. هنتكلم بعد كده على أهم حاجة تهمنا وهي التريتمنت اوف HIV. بنقسم التريتمنت لكذا جروب كبيرة، وكل جروب كبيرة جواها جروبس صغيرة بأسماء دراجز مختلفة. أول جروب كبيرة عندنا هي ريفيرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز، ودي بتشمل النيوكليوسايد والنيوكليوتايد RTI والنون نيوكليوسايد RTI. أول واحدة فيهم بقى هنتكلم عنها النيوكليوسايد والنيوكليوتايد RTI. ديت الجروب ديت نفسها بتعمل لاكتيك اسيدوزز لو كان العيان عنده هيباتيك ستياتوزز او عنده فاتي ليفر،
من ضمن الأدوية بتاعتها الأباكافير، وده من السايد افكتس بتاعته ان هو بيعمل هايبر سنسيتيفيتي وبيعمل فيفر وانوركسيا وفاتيج ومايوكارديال انفاركشن. كمان الالكوهول ده من دراج انتر اكشن، يعني ان الالكوهول بيزود الكونسنتريشن بتاعه، لان هنا الالكوهول بيشتغل كانهبيتور، فبالتالي هيتكوم الدراج نفسه في الجسم وهيبقى تزيد طبعا السايد افكتس بتاعه الدراج ده. تاني واحد الامتريسايتابين، وده من ضمن السايد افكتس بتاعته بيعمل راش وهايبر بيجمنتيشن ودايريا ونوزيا. برضو من ضمن ادويه النيوكليوسايد والنيوكليوتايد عندنا اللاميفودين والزيدوفودين، وعندنا دوايين جداد انضافوا في 2018 في الابديت الجديد للكتاب، اللي هو التينوفوفير دايسوبروكسيل فيوماريت والتينوفوفير الافينامايد. هنلاقي ان معظم السايد افكتس بتاعه الجروب النيوكليوسايد والنيوكليوتايد بتبقى على الجي اي تي. فمثلا في اللاميفودين هنلاقيه بيعمل دايريا وبيعمل نوزيا وابدومينال بين وبيعمل كمان هيدك. الزيدوفودين بيعمل بون مارو سبريشن بالاضافه لبرده للجي اي تي افكت، بيعمل جي اي تي انتوليرانس وفي هيدك برده انسومنيا. الدوايين الجداد دول بالاضافه للجي اي تي توكسيستي اللي بيعملوها، فهم بيعملوا لوس للبون مينرال دينستي، ودي بتبقى اقل مع التينوفوفير الافينامايد. بالنسبه للدراج انتر اكشن هنلاقي ان السلفا ميثوكسازول تراي ميثوبريم سلفا ميثوكسازول بيزود الكونسنتريشن بتاع اللاميفودين، بمعنى ان هو بيشتغل انهبيتور، ان التايميثوبريم سلفا ميثوكسازول بيشتغل انهبيتور، فبالتالي هيزود الكونسنتريشن بتاع اللاميفودين. الزيدوفودين مع الريفامبين ان بيزيد المايلو سابريشن سايد افكت مع الريفامبين. التينوفوفير دايسوبروكسيل والتينوفوفير الافينامايد هنلاقي ان في ان الريفامبين والريفابيوتين والريفابنتين ليهم تاثير وليهم دراج انتر اكشن مع التينوفوفير الافينامايد. بالنسبه للنون نيوكليوسايد هنلاقي ان هي فيها اربعه دراجز، وتقريبا يعني المشترك فيهم ان هنلاقي ان هما كلهم السايد افكتس بتاعتهم ان هي راش. اول واحد معانا هو الايفا فايرنس، وده السايد افكت بتاعه ان هو بيعمل راش وبيعمل سي ان اس سيمتومز زي نايت ميرز او الانسومنيا. كمان هو بيعمل اليفيشن للليفر فانكشن تيست. الاترافيرين برضو بيعمل راش زي ما قلنا ان هو دي حاجه مشتركه فيهم هما الاربعه، وبيعمل نوزيا. النيفيرابين بيعمل راش برضو، وكمان هو هيباتوتوكسيك وبيعمل اليفيشن للليفر فانكشن تيست. اول ثلاثة دراجز عندي اللي انا قلتهم دول سايتوكروم بي 3A4 انديوسر، فبالتالي معنى كده ان انا لو في اي دواء تاني هيتاخد معاهم يبقى انا لازم ازود الدوز بتاعه جرعه الدواء التاني ده، لان هما انديوسر فهيخلوا ان الدواء التاني دوت ان هو يروح بسرعه وتاثيره يروح، وبالتالي ما عملش لسه لحق الافكت بتاعه، فانا بزود الدوز بتاعته. الاترافيرين بنلاقي ان هو كمان هو سايتوكروم بي انهبيتور للتو سي 9 والتو سي 19. اخر واحد فيهم من الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عنهم هو النيفيرابين. ناخد بالنا لو اتاخد معاه ريفامبين او ريفابيوتين او الاورال كورتيكوستيرويدز او الميدازولام ان انا ازود الدوز بتاعتهم، علشان هو سايتوكروم بي 3A4 انديوسر. رابع دواء هو الريلبيفيرين، ودوت السايد افكت بتاعه برضو راش زيهم، وكمان بيعمل انسومنيا وهيدك. كمان عنده دراج انتر اكشن مع الاتش 2 اللي هم الاتش 2 بلوكرز والانتاسيدز، وكمان هو كونترا انديكيتد مع البي بي اي ما يتاخدش معاه. تاني جروب كبير في الاتش اي في الدراجز بتاعت الاتش اي في هم البروتيز انهبيتورز، ودول في الرسمة الأولانية اللي كنا اتكلمنا فيها خالص عن ازاي بيحصل الانفكشن بالاتش اي في، دول بقى بيمنعوا الخطوة اللي كان بيحصل فيها الكات بتاع الدي ان ايه بتاع الهوست سيل اللي هو الانسان عشان الفيروس يلزق الدي ان ايه بتاعه، وبالتالي انا كده بعمل بريفنشن للاتش اي في انفكشن. جروب البروتيز انهبيتورز ده فيه سبع ادوية، احط لكم هنا ثلاثة وفي السلايد اللي بعدها فيها الاربعة التانيين. اول ثلاثة دول
هنلاقي ان هما السايد افكتس بتاعتهم مشتركه في حاجتين، اللي هما بيعملوا دي اندوكراين ديستربنسز وراش. اول دراج عندي هو الاتازانافير، بالاضافه للراش والاندوكراين ديستربنس هيعمل برولونجد بي ار انترفال. كمان الدارونافير زياده عليهم ان هو هيباتو توكسيك. الفوسامبرينافير بيعمل برضو راش واندوكراين ديستربنس، وبيعمل اليفيشن للليفر فانكشن تيست او ليفر انزيمز. وهنلاقي الثلاثه سايتوكروم بي 3 اي 4 انهبيتورز، غير الناين نيوكليوسايد اللي قلنا ان هما كانوا انديوسر. تاني جروب كبير من ال HIV الدراجز بتاعه ال HIV هما البروتيز انهبيتورز. ودول زي ما احنا قلنا في الرسمه الاولانيه خالص لما كنا بنتكلم على ال HIV انفكشن، فدول هنلاقيهم ان هما بيمنعوا الخطوه اللي كان بيحصل فيها كات للدي ان ايه بتاع الانسان اللي هو الهوست سيل عشان الفيروس يلزق الدي ان ايه بتاعه، وبالتالي كده بعمل بريفنشن لل HIV انفكشن. البروتيز انهبيتورز دول هنلاقيهم 7 ادويه، دول هنا 3 وفي السلايد الثانيه فيها 4. السلايد الافكت سوري السايد افكت المشترك ما بينهم كلهم ان هم بيعملوا اندوكراين ديستربنسز وبيعملوا راش. بعد كده في بقى ايه فروقات صغيره ما بين كل واحد فيهم، ولازم واحنا بنذاكر كده نعمل تلخيص لنفسنا ونعمل المشترك علشان الاسامي الدراجز كتيره شويه وعشان ما يبقاش كل واحد له حاجه شكله ونتلخبط. فاحنا نحاول نجمع كده اسماء الدراجز ان شاء الله. اول واحد هنتكلم عليه هو الاتازانافير، وده بالاضافه للسايد افكت اللي هو الاندوكراين ديستربنس والراش، فهو بيعمل برضو برولونجد بي ار انترفال. تاني واحد الدارونافير، وده بيبقى هيباتوتوكسيك بالاضافه طبعا زي ما قلنا للاندوكراين ديستربنس والراش، ودي موجوده فيهم كلهم. تالت واحد الفوسامبرينافير، ودوت زياده للاثنين اللي قلنا عليهم، فهو بيعمل اليفيشن للليفر انزيمز. هنلاقي ان الثلاثه دول برضو دول سيتوكروم بي 3A4 انهبيتورز، وبرضو التانيين اللي بعدهم هجيب لكم السلايد بتاعتهم برضو نفس الكلام، اسمائهم اللوبينافير ريتونافير، ودوت بيعمل جاسترونتستينال انتوليرانس وبيعمل بانكرياتايتس، وبيعمل بي ار وكيو تي برولونجيشن، وبرضو نفس الكلام الاندوكراين ديستربنس والراش. بعد كده يعتبر خامس واحد هو الريتونافير، وده برضو بيعمل جاسترونتستينال انتوليرانس، وبيعمل حاجه اللي هي الباراثيزياز اللي هي انه بيعمل تنميل في الاكستريميتيز والسيركومورال اللي هو حوالين الفم. السكوينافير ده برضو بيعمل جاسترونتستينال انتوليرانس وبيعمل بي ار وكيو تي برولونجيشن، يبقى هو كده زي اللوبينافير ريتونافير. التبرانافير ده هيباتوتوكسيك وبيعمل انتراكرينيال هيموريج بالاضافه للراش والاندوكراين ديستربنس اللي موجوده فيهم كلهم. برضو الاربعه دول زي الثلاثه اللي قبلهم ان هم سيتوكروم بي 3A4 انهبيتور. هلاقي كمان ان الزياده عليهم التبرانافير واللوبينافير ريتونافير ده سيتوكروم بي 2D6 انهبيتور. ثالث جروب كبير هو اسمه الانتري انهبيتورز، ودول بقى بيمنعوا ان الفيروس يدخل من الاول لجوه السيل عن طريق ان هم بيمنعوا الاتاتشمنت اللي بيحصل ما بين الفيروس والتي هيلبر سيل. احنا قلنا ان بيحصل اتاتشمنت ان الفيروس بيمسك مع التي هيلبر سيل وبعد كده بيحصل فيوجن ما بينهم، فهو بقى الانتري انهبيتورز دي بتمنع الاتاتشمنت ده من الاول. فيها تو دراجز بس اللي هو الانفوفيرتايد، وده السايد افكت بتاعه ان هو بيعمل نيومونيا، وكمان له هايبر سنسيتيفيتي رياكشن وبيعمل لوكال انجكشن سايت رياكشن. تاني واحد اللي هو المارا فايروك، وده السايد افكت بتاعه انه بيعمل بايركسيا يعني حمى او حراره عاليه شويه، وكاف وراش وديزنس وابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، وكمان هو هيباتوتوكسيك وبيعمل ابدومينال بين. اخر جروب كبير في الـ HIV الدراجز اوف HIV هم الانتجريز انهبيتورز، ودولت اللي كانوا بيمنعوا الاكشن بتاع الانتجريز انزيم اللي كان وظيفته ان هو يمسك في الدي ان ايه بتاعه الفيروس وبيدخلها للنيوكليوس بتاعه الهوست سيل عن طريق النيوكليار هول زي ما شرحنا قبل كده. فيها 3 دراجز، اللي هو اول واحد فيهم الدولوتيجرافير،
وده بيعمل السايد افكت بتاعه انه بيعمل انسومنيا ودايريا. كمان هو بيعمل اليفيشن للبيليروبين والكرياتينين. الالفيتجرافير برضو نفس الحكايه، ان هو بيعمل انسومنيا واليفيشن للبيليروبين والكرياتينين، زي الدولوتوجرافير. دولوتوجرافير في كمان واحد تالت اللي هو الرالتجرافير، ودوت بيعمل دايريا ونوزيا وانسومنيا، وبيعمل اليفيشن للكرياتينين كاينيز. وبكده احنا خلصنا الاربعه جروبس بتاعه الدراجز اوف اتش اي في اللي بستخدمها في العلاج الاتش اي في. في بعدها السلايد دي بتوضح كل الاكشن بتاع كل جروب من الجروبس بتاعه الدراجز بتاعه علاج الاتش اي في اللي انا شرحتها دي بتشتغل ازاي. فبرضو دي اللي عايز يبص عليها يبقى هتبقى بحيث يفهم اكتر زي ما انا شرحت لكم دلوقتي. ازاي بقى اعمل prevention للترانسميشن بتاع ال HIV من ال pregnant woman للفيتس؟ عندي حالتين هتكلم عليهم. اول واحدة لو كانت pregnant woman وعندها HIV ومش بتاخد اي anti retroviral therapy، مش بتاخد دواء، في الحالة دي لازم اديها combination ويبتدي فورا حتى لو كانت لسه في الفيرست ترايمستر. ايه بقى اللي بتاخده؟ نركز بس شوية مع بعض. هنديها اتنين من ال NRTI dual NRTI combination. خلاص، ايه هما بقى؟ بديها يا اما الاباكافير لاميفودين، يا اما التينوفوفير دايبروكسيل فيوماريت امتريسايتابين او لاميفودين. ماشي. بلس بقى بلس، يا اما ان هي تاخد بروتيز انهيبيتور جواه ريتونافير زي الاتازانافير ريتونافير او الدارونافير ريتونافير، يا اما اشيل الجزء ده كله خالص اللي هو جزء البروتيز انهيبيتور واديها انتجريز انهيبيتور زي الرالتجرافير. تمام كده. بالنسبه بقى الحاله الثانيه اللي عندي، لو كانت بريجننت وومن وبرضو عندها اتش اي في وكانت اوريدي اصلا هي جايه وماشيه على كومبينيشن من الاي ار تي، في الحاله دي بتكمل على الريجيمن بتاعها. ولكن لو كانت، اخد بالي من حاجه، لو هي كانت بتاخد الالفي تجرافير كوبي بس كوبي سيستات ده، خلاص لو كانت بتاخد الالتجرافير كوبي سيستات ابدله بالرالتجرافير، او ان هي تاخد اي بروتيز انهيبيتور كومبينيشن تاني وبتفضل برضو مكمله لغايه وقت الولاده. الحاله الثالثه للبريجننت وومن ان هي تيجي في وقت الولاده، يعني ما جاتش بقى طول فتره الحمل، جت وقت الولاده، سواء بقى كانت بتاخد علاج من قبل كده في فتره البريجننسي او لا، فدي بقى هعمل لها ايه؟ بتاخد اي في من الزيدوفودين. خلاص، ده بدي للوومن دي لو كان ال RNA بتاعها اكتر من 1000 كوبيز بير ميلي لتر، او لو جات لي وهي وانا مش عارفه ال HIV يعني ال RNA بتاعها ده كام، يعني سواء كان اكتر من 1000 او انا مش عارفاه فانا بديهولها. وبرده لو كان ال RNA اقل من كده، لو كان ما بين 50 و1000 فبرده بديهولها، لكن لو كان 50 او اقل من كده لا خلاص مش ما بديهولهاش بقى، خلاص مش محتاجاه. طيب بالنسبه للانفنت بقى، لو كانت المادر اتش اي في بوزيتيف، طيب اعمل ايه للانفنت ده؟ برضو اشوف في حالتين حسب الريسك. لو كان لو ريسك فبديله في الحاله دي زيدوفودين 4 ملي جرام لكل كيلو جرام كل 12 ساعه لمده 4 اسابيع، وببتدي على طول العلاج في خلال 6 ل 12 ساعه. يعني انا في خلال 6 ل 12 ساعه من الولاده بقوم عطيه له زيدوفودين 4 ملي جرام لكل كيلو جرام كل 12 ساعة لمدة 4 أسابيع. خلاص، لكن لو هاي ريسك بقى أعمل له إيه؟ بياخد الزيدوفودين ده برضو بنفس الدوز بتاعتي لمدة 4 أسابيع، وبضيف عليه كمان النيفيرابين بياخده على 3 جرعات، جرعة وقت الولادة، والدوز التانية بعد 48 ساعة، واللي وراها بعد 96 ساعة. خلاص، والدوز بتاعت النيفيرابين بتبقى من 8 ل 12 ميلي جرام. او ممكن ان انا اديله بقى تريبل ثيرابي مع بعضه، عباره عن الزيدوفودين مع اللاميفودين مع النيفيرابين. السلايد اللي بعد كده هنتكلم فيها على البريفنشن اوف بوست اكسبوجر انفكشن. اول حاجه في يونيفرسال ميجرز ديت ممكن تقلل او تخلي الواحد ياخد باله هو عشان ما يحصلوش انفكشن، زي مثلا ان هو يلبس فيس ماسك، ان هو ما يتعاملش مع لايف انيمالز، ما يتشاركش مع ادواته الشخصيه مع حد، ان هو يخلي باله وهو بيتعامل مع المرضى ومتعلقاتهم الشخصيه.
طيب بالنسبة لل في نوعين للإكسبوجرز، يا إما نون أوكيوبيشنال ودوت بيبقى خارج الوسط المهني، يعني بعيد عن الشغل، عن مثلا شغل الطب والتمريض والأي هيلث كير وركرز، وفي الأوكيوبيشنال بقى اللي هم الأطباء وكل الهيلث كير وركرز. طيب في نون أوكيوبيشنال إكسبوجر دوت انا بعالجه لو حصل اي تعرض مع السيمن او الفاجينا او الريكتوم او الاي او الماوث او اي ميوكس ممبرين تاني، ولازم ابدا العلاج في خلال 72 ساعه لو اتعرض لشخص عنده الانفكشن، اتعامل مع شخص عنده الانفكشن وكان خلاص هو متاكد ان هو لمس اي حاجه من الحاجات دي، فبالتالي لازم ان هو ياخد العلاج في خلال 72 ساعه على طول. بالنسبة للأوكيوبيشنال الإكسبوجر ديت لو تعرض لأي نيدل ستيك أو مثلا حصل كات في الميوكاس ممبرين، طبعا هو كده دخل على الدم على طول، لازم أبدأ العلاج في خلال ساعات. حتى لو كنت أنا الشخص ده أنا مش عارفة هو عنده اتش أي في أو ولا لأ، بس برضه ياخد احتياطاته ولازم يبدأ العلاج فورا لغاية ما المريض يتعمل له تحاليل ويتأكد إذا كان عنده اتش أي في أو لأ، وبياخد كورس علاج بيبقى في خلال كورس علاج لمدة 4 أسابيع. طيب ايه هي بقى الدراج او التريتمنت اللي انا بتعامل فيها وبستخدمها في لو حصل بوست اكسبوجر انفكشن؟ في حاله النون اوكيوبيشنال اكسبوجر فالبريفيرد ريجيمن عندي هو ان انا استخدم الرالتيجرافير مرتين في اليوم او الدولوتيجرافير مره في اليوم ومعاها التينوفوفير ام 3 سايتابين مره في اليوم. طيب ايه الالترناتيف لو في اي مشكله من البريفيرد ريجيمن الاولاني ده؟ ان انا استخدم دارونا فير ريتونا فير مره في اليوم مع التينوفوفير انتريسايتابين مره في اليوم، تمام. طيب لو كان بقى اوكيوبيشنال اكسبوجر يعني حاجه في داخل المهنه نفسها، طبيب او ممرضه او اي هيلث كير وركرز، فالبريفيرد ريجيمن عندي في الحاله دي هيبقى الرالتيجرافير مرتين في اليوم مع التينوفوفير انتريسايتابين. طب الالترناتيف ريجيمين عندي بيبقى حاجتين اللي هي A و B. A دي اللي هي ان هو يستخدم في هو كومبينيشن، بس بستخدم واحد من اللي انا هقولهم دلوقتي دول، واحد من الرالتيجرافير دارونا فير ريتونا فير او اترافيرين ريلبيفيرين اترافيرين او الريلبيفيرين او الاتازانا فير ريتونا فير او اللوبينا فير ريتونا فير بلس واحد من اللي انا هقولهم دلوقتي برضو دول، التينوفوفير امتريسايتابين او التينوفوفير لاميفودين او الزيدوفودين لاميفودين او الزيدوفودين امتريسايتابين، اي واحد من الاولانيين مع اي واحد من التانيين دول. يا اما استخدم ريجيمين تاني خالص اللي هو الالفي تيجرافير كوبيسيستات تينوفوفير او الامتريسايتابين. طيب بعالج بقى ازاي ال HIV positive patients؟ الجايد لاينز الجديده بتقول ان انا بعالج كل الانفكتد patients بغض النظر ال CD4 count كان كام، فكل الانفكتد بعالجهم. طيب ايه هو الريجيمن اللي انا المستحب ان انا ابدا فيه؟ ببدا ب 2 NRTI مع انتجريز انهبيتورز. يعني اول ريجيمن عندي اني بستخدم الدولوتيجرافير اباكافير لاميفودين، وده بستخدمه لو كان البيشنت عندي ال HLA بي 5701 نيجاتيف. الريجيمن التاني ان انا استخدم الدولوتيجرافير كانتجريز انهبيتور معاه يا اما التينوفوفير دايسوبروكسيل فيوماريد مع الامتريسايتابين او التينوفوفير الافيناميد مع الامتريسايتابين. خلاص يبقى هو ايه؟ هو الدولوتيجرافير مشترك وبستخدم معايا التينوفوفير اي واحد من النوعين، ودول نازلين ابديت جديد السنه دي ان هو عامل نوعين من التينوفوفير. تالت ريجيمن عندي الالفيتيجرافير كوبيسيستات تينوفوفير دايسوبروكسيل فيوماريت امتريسايتابين، يا اما هو بس بدل التينوفوفير دايسوبروكسيل فيوماريت بستخدم التينوفوفير الافينامايد برضو زي اللي فات. خلاص ودوت بستخدمه للبيشنتس اللي هو لو عملت تحليل للكرياترين كليرانس لقيته اكتر من 70، فبالحاله دي بستخدم التينوفوفير دايسوبروكسيل فيوماريت. لكن لو كان الكرياترين كليرانس اكتر من 30 ملي لتر بير مينت بير اللي هي 1.73 من 100 ملي متر سكوير، في الحاله دي بستخدم التينوفوفير الافيناميد، تمام.
الريجيم الرابع ان انا بستخدم الرالتيجرافير مع التينوفوفير دايسوبروكسيل فيوماريت امتريسايتابين، او برضو النوع التاني اللي هو التينوفوفير الافيناميد مع الامتريسايتابين. في بقى ريجيمين دول انا بستخدمهم في حالات معينة، زي مثلا ريجيمين يبقى معتمد على ال NNRTI، فانا بستخدم الايفافيرنس تينوفوفير دايسوبروكسيل فيوماريت مع الامتريسايتابين، او ان انا استخدم الايفافيرنس مع التينوفوفير الافيناميد امتريسايتابين، او استخدم الريلبيفيرين تينوفوفير دايسوبروكسيل فيوماريت مع الامتريسايتابين، او الريلبيفيرين مع التينوفوفير النوع التاني بقى اللي هو الالافيناميد مع الامتريسايتابين. وده بستخدمه لو كان الفيرال لود اقل من 100,000 والسي دي 4 كاونت بيبقى اكتر من 200. طيب في ريجيمن بقى معتمد على بروتيز انهبيتور، بستخدم واحد من أربعة، يعني أي واحد من الأربعة دول، الأتازانافير ريتونافير مع التينوفوفير دايزوبروكسيل فيوماريت الامتريسايتابين، أو التينوفوفير ألافيناميد مع الامتريسايتابين. ريجيمن تاني بقى أنا بستخدم الأتازانافير كوبيسيستات مع التينوفوفير دايزوبروكسيل فيوماريت امتريسايتابين، أو النوع التاني هو بس استخدم التينوفوفير ألافيناميد، ودوت بستخدمه لو كان الكرياتينين كليرانس اقل من 70. الريجيمن الثالث هو الدارونافير ريتونافير او الدارونافير كوبيسيستات مع الاباكافير لاميفودين، وده بستخدمه عندهم ال HLA-B 5701 نيجاتيف. الريجيمن الرابع اللي هو الدارونافير ريتونافير او الدارونافير كوبيسيستات مع برضو التينوفوفير، يا اما استخدم الدايزوبروكسيل فيوماريت او الالافيناميد مع الامتريسايتابين، وده برضو بستخدمه بستخدم اللي هو التينوفوفير الالافيناميد لو الكرياتينين كليرانس اقل من 70. في كمان ريجيمن بقى بيبقى انتجريز بيزد، وده بستخدم فيه الرالتيجرافير مع الاباكافير لاميفودين، ودوت بيبقى للبيشنتس اللي عندهم ال HLA-B 5701 نيجاتيف والفيرال لود بتاعهم اقل من 100,000. خلاص يبقى الاثنين، يبقى هو HLA-B 5701 ده نيجاتيف والفيرال لود بتاعه كمان اقل من 100,000. طيب افرض ان انا مثلا مش هقدر استخدم الاباكافير ولا التينوفوفير الافيناميد ولا التينوفوفير دايسوبروكسيل فيوماريت، ايه اللي انا ممكن استخدمه بقى في الحاله دي؟ بستخدم الدارونافير ريتونافير مع الرالتيجرافير، وده بستخدم الريجيمن ده لو كان ال RNA عندي اقل من 100,000 والسي دي 4 لازم يكون اكتر من 200. خلاص، يا اما استخدم اللوبينافير ريتونافير مع اللاميفودين. طب ايه هي الاسباب اللي انا على اساسها ممكن اغير للبيشنت العلاج بتاعه وانقل على نوع تاني؟ في يعني هم بيقولك ان في كذا سبب. ممكن مثلا ان انا عايزه اقلل كميه البيلز اللي هو بياخدها، ممكن انا عايزه اقلل السايد افكتس، عايزه اقلل الدراج انتر اكشن اللي بيحصل مع الادويه، عايزه اقلل الكوست، مثلا بظبط علاج مثلا لواحده بريجننت فبظبطه لها مثلا قبل البريجننسي واثناء ما هي تبقى بريجننت. طيب ممكن يكون حصل فيرولوجيك فيلير. يعني ايه فيرولوجيك فيلير؟ معناها انه مع العلاج وانتظامه في العلاج ما قدرش ان هو يوصل ان ال HIV RNA ان هي تقل عن الـ200، او انه ممكن بعد ان هو ياخد قرايتين للار ان ايه ونلاقيهم برضو اعلى من الـ200 بعد 24 اسبوع من العلاج. بعد كل الفترة دي ولاقي برضو قرايتين ورا بعض الاقيهم اعلى من الـ200. كمان من ضمن الاسباب انه يحصل فيرولوجيك ريباوند، بمعنى انه كانت النتائج بتاعتي بقت كويسة وقلت وحصل سبريشن، وبعد كده لقيت ال RNA الريزلتس بتاعته او التحاليل بتاعته عليت تاني وزاد عن الـ200. برضو ممكن يكون حصل immunologic failure، بمعنى ان انا في خلال سنة من العلاج ما قدرتش ان انا ازود الـ CD4 ما قدرتش ان انا ازودهم من 50 ل 100 سل في خلال السنة الاولانية من العلاج، او انه يكون حصل failure وفي خلال 4 لـ 7 سنين وهو بيتعالج ما قدرتش ان انا ازود السي دي 4 اكتر من 350. دي الاسباب دي اللي بتخليني اعمل تشينج للثيرابي واغير من مثلا من عيله لعيله تانية خالص، او من دواء لدواء تاني خالص.
ممكن اعمل سويتش للريجيمين لو كان في فايرال سبريشن، فاني مثلا بعمل سويتش ما بين يا اما وذين الكلاس الواحده يا اما بتوين الكلاسز. وذين الكلاس الواحده زي مثلا ان انا اغير الايفافيرنس للريلبيفيرين، التينوفوفير داينو دايسوبروكسيل فيوماريت للتينوفوفير الفا الافيناميد، او الرالتجرافير للالفيتجرافير كوبيسيستات او الدولوتجرافير. برضو ما بين الكلاسز زي مثلا البوستد بروتيز انهبيتور للريلبيفيرين، لازم كمان اتاكد ان انا لما بعمل سويتش ان انا الريجيمن اللي انا بغير له دوت يكون اكتف زي الايه يعني، عشان يقدر يجيب نتيجه، لان انا حصل فايرال سبريشن فانا لازم اتاكد ان هو اكتف وان هو هيجيب لي نتيجه ان شاء الله. برضو ممكن يكون حصل فيرولوجيك فيلير، فبعمل ريزيستنس تيستينج. الريزيستنس تيستينج دوت بيتعمل وهو البيشنت على الريجيمن اللي هو اللي ما جابش نتيجه معايا، او في خلال 4 اسابيع من وقف العلاج دوت. وبيبقى الريزيستنس تيستينج ده بيبقى مور اكيوريت لما يبقى الار ان اي بتاعي اكتر من 1000. لو كان ما بين 500 و1000 يعني ممكن يبقى مش كويس قوي، بس برضو بيتعمل، يعني هو ده المتاح والموجود فبيتعمل ما فيش مشكله. بعد ما نعمل الريزيستنس تيستينج اشوف لو طلع نو ريزيستنس، هقوم اشوف بقى الادهيرنس بتاع العيان. ممكن يكون هو ما كانش ماشي ومش مواظب على العلاج كويس، مش ماشي عليه، مش منتظم في مواعيده، ما بياخدوش في مواعيده وهكذا. ففي الحاله دي انا ممكن اعمل له ري انيشيت تاني لنفس الريجيمن لنفس المده واشوف هل هيحصل فيلير ولا لا. طيب فلنفترض ان اول نقطه دي مش موجوده، كان ملتزم على العلاج وماشي كويس، في الحاله دي ممكن انيشيت ا نيو ريجيمن، اعمل له ريجيمن جديد خالص وابتدي له ريجيمن جديد واشوف. ممكن اعمل حاجه تانية اللي هو انتنسيفاي وان ثيرابي او بوست وان ثيرابي، زي مثلا ما قلنا ان انا بعمل ريتونا فير بوستد اتازانا فير مثلا، يبقى انا بحط الريتونا فير مع الاتازانا فير واشوف، بحيث ان انا اقلل الدوز بتاعه الاتازانا فير. لما بحطهم مع بعض ممكن اقلل بقى واحد منهم، فاقلل مثلا الدوز، فبالتالي هتقل السايد افكتس واشوف ممكن في الحاله دي ما يحصلش فيلير. تمام. لو عملت للبيشنت ريزيستنس تيستينج ولقيت فيه ريزيستنس في الحاله دي، فانا لازم اغير وابتدي له نيو ريجيمن جديد خالص، ولازم يكون فيه على الاقل دوايين او ثلاثه في الريجيمن ده يكونوا اكتيف، يعني جداد، ادخل دوايين او ثلاثه جداد، ولازم يبقوا دوايين او ثلاثه، ما ينفعش يبقوا واحد، لان الواحد ده لو انا شلت واحد من الريجيمن وحطيت مكانه واحد تاني فكده ده بيعمل ريزيستنس من الدرج. لكن انا تقريبا ثلاثة، يعني بشيل الريجيمن كله واضيف ريجيمن جديد، وابتدي ان انا تاني اشوف الفيرال لود واقيس الريزيستنس تيستينج تاني. انواع الريزيستنس تيستينج في نوعين، في الجينوتايبك وفي الفينوتايبك. الجينوتايبك ده بيعمل تيست او بعمل تيست عشان اشوف الميوتيشنز اللي بتعمل لي دراج ريزيستنس، اشوف لو في اي ميوتيشنز هي اللي عامله لي الريزيستنس ده. وده بستخدمه في لو كان في الناس اللي حصل عندها فيرولوجيك فيلير وهم بيكونوا ماشيين على الريجيمن بتاعهم، سواء الفيرست ريجيمن او السكند ريجيمن. لكن الفينوتايبك ريزيستنس تيستينج هو اقل كونسنتريشن، بيقلل ال HIV ريبليكيشن بنسبة 50%، والاختصار بتاعه IC50. الفاليوز بتاعته بعبر عنها بالفولد تشينج، لو حصل زيادة اقل من 4 فولد للانهبيتوري كونسنتريشن هيبقى سنسيتيف، لكن لو كانت من 4 ل 10 هتبقى انترميديت، ولو كانت الزيادة اكتر من 10 فولد فدي في الحالة دي هتبقى ريزيستنت. امتى بقى بستخدم الريزيستنس تيستينج؟ اول حاجة ان هو ريكومندد ابون انترانس انتو كير، يعني لما المريض يكون هيدخل المستشفى او المكان اللي هيتعالج فيه. برضو في الفيرولوجيك فيلير ديورينج بوتنت كومبينيشن ART، يعني ان هو عنده او في حاله فيرولوجيك فيلير وبياخد البوتنت ART. برضو كل البريجننت وومن وعندهم HIV برضو بعمل لهم الريزيستنس تيستينج. السب اوبتيمال سبريشن اوف فايرال لود افتر انيشيشن اوف بوتنت كومبينيشن ART،
يعني هو بدأ ياخد الكومبينيشن اي ار تي، لكن ما حصلش سبريشن للفيرال لود زي ما انا كنت متوقعه. برضو الاكيوت اتش اي في انفكشن بيفور انيشيتنج ثيرابي تو ديتيرمين ويذر ا دراج ريزيستنت فيروس واز ترانسميتد، يعني حاله اكيوت اتش اي في انفكشن قبل ما يبدأ العلاج عشان اشوف هل الفيروس دوت من النوع اللي يبقى دراج ريزيستنت ومقاوم للادويه ولا لا. جينوتايبك تيستينج ده ريكومندد فور تريتمنت نايف بيشنت، لو بيشنت اول مره هياخد اي ار تي فبعمل له الجينوتايبك تيستينج عشان اشوف لو في ميوتيشن او مثلا زي ما قلنا زي اللي هو الاتش ال اي بي 5701 عشان ايه اشوف الميوتيشن. برضو مثلا اللي هو التستنج برضو recommended for treatment experienced patient with complex resistant pattern، يعني يكون مثلا بعمل phenotypic testing لpatient يكون جاله resistant من اي دواء قبل كده من ال ART، وممكن يكون الدواء اللي انا عايزة ادهوله دوت هو يكون جاله منه resistant قبل كده. البنفيتس بتاعت الريزيستنس تيستينج ان هو بيديني انديكيتور، يعتبر انديكيتور للفيرولوجيك اوتكم، وبيديني فكره عن الفيرال لود وهل في استجابه هتحصل من استخدام الدواء ولا لا، بدل ما اقعد استنى لفتره العلاج كلها لغايه ما تخلص وايه وابتدي اشوف حصل فيرولوجيك فيلير ولا حصلت استجابه. تاني حاجة او تاني فايدة ان هو مفيد للبيشنس ان هو بيقلل من تعرضه لاخطار الدواء وتعرضه للدراج توكسيستي. مثلا برضو كمان في الجينوتايبك تيستينج مثلا بيعرفني ان انا لو لقيت البيشنت ده HLA-B 5701 مثلا فانا مش هينفع استخدم له الاباكافير وهكذا. ايه بقى الليميتيشنز او العيوب بتاعت الريزيستنس تيستينج؟ اول حاجه الايفكت اوف ريزيستنس تيستينج بيبقى ليميتد على الهيفلي تريتد بيشنتس، يعني ان تاثيره بيظهر فقط لو المريض كان متعالج بادويه للاتش اي في من قبل كده. كمان الاتش اي في ار ان اي اللي هو انديكيشن للفيرال لود ده هيبقى لازم يكون اكتر من 1000 كوبيز بير ملي لتر، او يعني ممكن يبقى من 500 ل 1000، لكن لازم يكون في العادي لازم يكون الافضل يعني ان هو يكون اكتر من 1000. current need for expert interpretation ان هو محتاج خبرة، فلازم اشخاص معينة بس هم اللي يتعاملوا مع النتائج ويطلعوا النتائج بتاعته. difficult to detect small mutant populations، بمعنى ان لو نسبة الميوتيشن مثلا في مكان ما كانت قليلة عدد الناس اللي عندهم ميوتيشن هيبقى قليل، فبالتالي هيبقى صعب ان انا اكتشفهم واعرفهم، فبالتالي ممكن تحصل من دوت مشكلة. الكوست ان هو طبعا مكلف وان هو غالي، مش اي حد ممكن ان هو يعمله. هنتكلم دلوقتي على الاوبورتونيستك انفكشنز، ودي الانفكشنز اللي بتحصل للمريض بتاع الاتش اي في في وجود الاتش اي في نفسه، يعني هو المناعه بتاعته لما بتقل او السي دي 4 بتاعته لما بتقل عن رقم معين بتبدا تظهر له الاوبورتونيستك انفكشنز دي. مثلا في هنا ريليشن شيب حاططها في الكتاب ما بين بتوضح لي ان عند كل سي دي 4 معينه بيظهر مرض معين. مثلا عند السي دي 4 مثلا لما يقل عن ال 200 تبتدي تظهر انيوموسيستس نيمونيا، لما يقل عن ال 100 مثلا بتظهر التوكسوبلازموزس وهكذا، زي ما احنا هنشرح ان شاء الله واحد واحد كمان شويه. طيب امتى ابدا الانتي ريتروفايرال ثيرابي لو مريض عنده او جاله اوبورتونيستك انفكشن؟ هو الطبيعي ان لكل الاوبورتونيستك انفكشن فانا ببدا في خلال اسبوعين، مفيش مشكله ابدا الاي ار تي، ما عدا في حاله التي بي له حالتين، لو هي كانت السي دي 4 كاونت لقيتها اكتر من 50 فانا ممكن استنى شويه على الاي ار تي، ما ادلوش دلوقتي واستنى من 8 ل 12 اسبوع، وده احسن للمريض لان البيشنت لو عنده تي بي، لو جاله تي بي مع الاتش اي في ورحت انا بدات له الانتي ريتروفايرال على طول فبيحصل له حاجة اسمها ايريس سندروم، دي هنشرحها ان شاء الله كمان شوية. بيحصل فيها ان مقاومة الاميون سيستم للتي بي بتبقى عالية، فهيحصل ورسنينج للتي بي كيس، فبالتالي ده حاجة مش كويسة. لكن السي دي فور لما يقل عن الخمسين
فمريض عنده اتش اي في بمناعه قليله كده وعنده كمان تي بي، فهنا الحاله خطيره جدا. انا كده بعرضه ان هو ممكن يموت من الاتش اي في لو انا ما بداتش الانتي ريتروفايرال ثيرابي على طول. ففي الحاله دي لازم ابدا في خلال اسبوعين. اول واحد في الاوبورتونيستيك انفكشن هو نيوموسيستس كارينياي او جيروفيتشي نيومونيا، والاختصار بتاعها بي سي بي او البي جي بي. هنلاقي السيمتومز بتاعتها بيحصل فيفر وكف وبيحصل شورتنس اوف بريث، فيها بالمونري انفلتريتس زي ما هي واضحه في الاكس راي اللي قدامنا كده. دي النورمال ودي اللي فيها الانفلتريتس. الانفلتريتس معناها ان في سبستنسز اتقل من الهواء بتبقى انترابد في اللنج زي الباس او البلاد او البروتين. النيوموسيستس نيومونيا بتحصل لما السي دي 4 كاونت بيقل عن ال 200. بيحصل فيها كمان هايبوكسيميا، بمعنى ان كميه الاكسجين في البلاد بتبقى قليله، ودي بحسبها عن طريق الالفيولر ارتيريال جريدينت اللي هو الاي اي جريدينت. ده ايكوال ل 150 ماينس البارشال بريشر بتاع الاكسجين ماينس البارشال بريشر بتاع الكربون دايوكسيد. الدايجنوستس بتبقى عن طريق السبيوتم والبرونكو الفيولر لافاج او بايوبسي، او بيعمل ميثينامين سيلفر ستين للسبيوتم سامبل. ازاي بقى هنعالج النيوموسيستس نيومونيا؟ هنلاقي ان الثيرابي البريفيرد ثيرابي هو الترايميثوبريم سلفا ميثوكسازول. الدوز بديها 15 ل 20 ملي جرام بير كيلو جرام في اليوم لمده 21 يوم، وبدي اي في في حاله المودريت تو سيفير كيسز، وبدي الدبل سترينث تابلتس في المايلد تو مودريت. طب ايه هي السايد افكتس بتاعه الترايميثوبريم سلفا ميثوكسازول؟ هي معظم الثيرابي بتاع معظم الادويه اللي هنا دي بتاعه النيوموسيستس نيومونيا هيبقى فيها راش معظمهم، فسايد افكتس بتاعته هتبقى راش ونوزيا وفوميتنج، ثرومبوسايتوبينيا وانيميا، وبيعمل رينال امبيرمنت وبيزود الكرياتينين، بيزود السيرم كرياتينين. البروفيلاكتيك دوز هتبقى البريفيرد هو الترايميثوبريم سلفا ميثوكسازول دبل سترينث او سنجل سترينث مره في اليوم، وطبعا البيدياتريك دوز ليهم دوز مختلفه. الالترناتيف هيبقى الدبل سترينث بس 3 مرات في الاسبوع، هو برده الترايميثوبريم سلفا ميثوكسازول. تاني واحد الكليندامايسين اند بريماكين. بدي الكليندامايسين بدوز 600 ملي جرام او 900 ملي جرام على حسب انا هديه كل 6 ساعات او كل 8 ساعات، وبديه اي في مع البريماكين، وده في المودريت تو سيفير كيسز، ولو كان مايل تو مودريت بديه اورالي، بدي الكليندامايسين ده اورالي. الادفيرس افكت برضو ان هو بيعمل ريش وبيعمله انيميا ودياريا وميثجلوبينيميا. البنتاميدين بدي الدوز بتاعته 4 ملي جرام بير كيلو جرام، بديه اي في لمده 21 يوم في حالات المودريت تو سيفير كيسز. عليه الادفيرس افكت وبيعمل هايبوتنشن وريش والكترولايت ديستربنس وبيعمل بانكرياتايتس. في حاله البروفيلاكسس بديه عن طريق النيبلايزيشن، وبعمل قبل ما اديه بدي دوز من البيتا اجونست عشان اقلل الريسبيراتوري اريتيشن زي الالبيوتيرول، او اللي هو او بدي فينتولين بيتا اجونست زي الفينتولين او اللي هو الالبيوتيرول عشان اقلل الريسبيراتوري اريتيشن من البنتاميدين. برضو من ضمن الثيرابي للنيوموسيستس نيومونيا في الترايميثوبريم مع دابسون. الدوز بتبقى 15 ملي جرام لكل كيلو جرام في اليوم من الترايميثوبريم، والدابسون بدي دوز 100 ملي جرام في اليوم لمدة 21 يوم في حالة المايل تو مودريت نيوموسيستس نيومونيا. ادفيرس افكتس ان هم بيعملوا نوزيا وفوميتنج وبيعملوا انيميا. في حالة البروفيلاكسس فانا بدي الدابسون بدوز 100 ملي جرام في اليوم لوحده، يا اما اديه بدوز 50 ملي جرام مره في الاسبوع مع بايريميثامين ليوكوفورين مره في الاسبوع. الاتوفاكون وده الدوز بتبقى 750 ملي جرام مرتين في اليوم لمده 21 يوم، ولازم يتاخد مع هاي فاتي ميلز. الدوز دي بتتاخد في حالات المايل تو مودريت نيوموسيستس نيومونيا. لو كان البيشنت عنده دايريا فممكن يحصل الافكاسي بتاعه الاتوفاكون بتقل نتيجه البور ابزوربشن. طب السايد افكتس بتاعه الاتوفاكون هي برضو انه بيعمل ريش ونوزيا وفوميتنج، وبيزود الليفر فانكشن تيستس، وبيعمل انسوميا وفيفر وهيدك. في حاله البروفيلاكسس فانا بدي الدوز 1500 ملي جرام مره
في اليوم. في هنا معلومة ان الاتوفاكون بيعتبر الترناتيف للترايميثوبرين سالفا ميثوكسازول، سواء حصل تولرانس انتولرانس من الترايميثوبرين سالفا ميثوكسازول، او مثلا كان البيشنت عنده هايبر سنسيتيفيتي منه، فانا بدي الاتوفاكون بديل له. في بقى ادجفانت ثيرابي، يعني دول ادوية اللي هي الكورتيكوستيرويدز، دول بضيفهم على الدراجز اللي فاتت دي في حالات السيفير نيوموسيستس نيومونيا، لو كان البارشال بريشر اوف اكسجين كان 70 او اقل، او اللي هو الاي اي جراديانت اللي قلنا عليه كان 35 او اكتر، وببتديهم في خلال 72 ساعة. دور الكورتيكوستيرويدز هنا ان هي بتقلل المورتاليتي. بدي الدوز بتبقى 40 مللي جرام مرتين في اليوم من البريدنيزون لمدة 5 أيام. بعد كده ابتدي اعمل تابرينج للدوز عشان اقللها، عشان اوقفها بعد كده. فبدي بنفس الدوز 40 مللي جرام بس مرة واحدة في اليوم لمدة 5 أيام. بعد كده ادي نص الدوز ان هو 20 مللي جرام مرة في اليوم. ولو كان البيشنت عنده تي بي، فباخد بالي ان هو لازم استخدم الكورتيكوستيرويدز بحرص شديد. طب ازاي اعمل بروفيلاكسز للنيوموسيستس نيومونيا؟ في سكندري بروفيلاكسز وفي برايمري بروفيلاكسز. السكندري بروفيلاكسز دي بديها لو كان البيشنت جاله قبل كده نيوموسيستس نيومونيا ومش عايز يجيله تاني، يعني هي جات له قبل كده واخد علاج ليها وخف خلاص وتعالج، فبديله السكندري بروفيلاكسز عشان ما يجيلهوش تاني. لكن البرايمري بروفيلاكسس دي بتبقى ان هو ما جالهوش قبل كده، بس نتيجه ان انا بلاقي ان السي دي 4 بتاعه قل، فانا بخاف ان هي من الاوبورتونستيك انفكشن، فببتدي اديله دوز بتاعه البروفيلاكسس عشان ما يجيلهوش نيوموسيستس نيومونيا. في السكندري بروفيلاكسس بوقفها لو كانت يعني انا هو جاله قبل كده وتعالج خلاص وانا خايفه وقمت اديت له تاني جرعه بروفيلاكسس. طيب لو السي دي 4 كاونت لقيتها زادت عن ال 200 افضل متابعاه لمده 3 شهور او اكتر، وكان بقى ابتدى ياخد الاي ار تي وابتدى ان هو خلاص يتظبط والسي دي 4 كاونت بتاعه بيعلى، فممكن في الساعه في الحاله دي ان انا اوقف السكندري بروفيلاكسس. البرايمري بروفيلاكسس بقى انا اصلا بديه لما السي دي 4 كاونت بيقل عن ال 200، لكن وافضل بقى اتابع لو لقيته زاد عن ال 200، يعني هو ابتدى ياخد الاي ار تي الانتي ريتروفايرال الانتي ريتروفايرال ثيرابي بتاعه، ولقيت السي دي 4 كاونت ابتدى يعلى عن ال 200 لمده 3 شهور او اكتر، في الحاله دي ممكن اوقف البرايمري بروفيلاكسس. لو لقيت بقى ان السي دي 4 كاونت من 100 ل 200 ولقيت ان الاتش اي في ار ان اي بقى اقل من الليميت اوف ديتكشن لمده 3 ل 6 شهور ورا بعض، في الحاله دي ممكن اوقف سواء كان بياخد البرايمري بروفيلاكسس او السكندري بروفيلاكسس. بعد كده هنتكلم على الكانديدا انفكشنز. الكانديدا انفكشنز دي من ضمن برضو الاوبورتونيستيك انفكشن اللي بتيجي مع الاتش اي في، في منها انواع كتير. هنتكلم على الاورال كانديدا انفكشنز اللي هي الاورال ثراش، ودي بتحصل في نسبة كبيرة من مرضى الـ HIV. الساينز والسيمتومز بتاعتها ان انا بلاقي كريمي وايت باتشز على التنج، وبتبقى painful، فطبعا بيقل معاها الفود، ما بيقدرش ياكل او يشرب فمن الالم. ده الاورال ثراش. في برضو الكانديدا اسوفوجايتس، ودي ممكن تيجي مع الاورال ثراش او ممكن تيجي لوحدها، ملهاش علاقة بيها. السيمتومز بتاعتها ان هي برضو بيبقى difficulty في السولوينج، تبقى في بين مع السولوينج، وممكن يعمل obstructed swallowing كمان ان هو يسد البلع نفسه ان هو ما يعرفش يبلع اصلا. طبعا الدياجنوزز بتاعها هيبقى عن طريق الساينس والسيمتومز دي، وكمان ان هما بيعملوا فانجل كالتشر او بالاندوسكوبي. بعد كده الثيرابي بتاعها لو كانت الاورال ثراش، فالتريتمنت بتاعها بيبقى من 7 ل 14 يوم، وبدي فلو كونازول اورالي. الالترناتيف بتاعها ان انا ادي الاتراكونازول او الميكونازول باكل تابلتس او الكلوتريمازول او النايستاتين. لو كانت اسوفوجيال كانديديازيس هيبقى التريتمنت من 14 ل 21 يوم، محتاجه علاج اطول، مده اطول، وبدي الفلو كونازول او الاتراكونازول. الالترناتيف هيبقى بدائل كتير للانتي فانجل زي الفوريكونازول او الميكافانجين او الانفوتيريسين بي او الكاسبوفانجين، اي حاجه منهم تنفع. في بقى الفالفو فاجينال كانديديازز، ودي هيبقى التريتمنت بتاعها الفلوكونازول
او الفلوكونازول هيبقى اورالي، يا اما ادي اي توبيكال ازولز، اي حاجه من الانتي فانجل تبقى توبيكال، والالترناتيف هيبقى الاتراكونازول لمده 3 ل 7 ايام. كده خلصنا الكانديدا انفكشنز. هندخل بعد كده على الكريبتوكوكوزيس. الكريبتوكوكوزيس في منها نوعين، الكريبتوكوكس نيو فورمنس والكريبتوكوكس مينينجايتس. الكريبتوكوكوزيس بتحصل لما السي دي 4 كاونت بيقل عن 50. ده فانجل انفكشن، بيتنقل الاورجانيزم بتاعه بيتنقل للانسان عن طريق الانهاليشن. بالنسبه للساينس والسيمتومز بتاعته هنلاقيها ان هي شبه المينينجايتس شويه، بيعمل فيفر، هيدك، بنقول ان هو بيعمل انسيديوس اونست، بمعنى ان هو خبيث او مخادع، ان هو بيبدا جرادوالي لكن بعد كده بيعمل اثار، او يعني اثار مدمره او هارمفول افكتس. كمان من ضمن السيمتومز بتاعته ان هو بيعمل سومنولنس، بيعمل مشاكل في الذاكره، بيعمل توتر، بيعمل تشينجز في السلوكيات والتصرفات، بيعمل فوتوفوبيا، وفي الليت ستيج بيعمل سيجرز. بالنسبه للدايجنوزز، ان انا بعمل كالتشر للسي اس اف وتطلع بوزيتيف. طبعا في كذا حاجه، دي منهم ان السي اس اف كالتشر تطلع بوزيتيف، او ان السيرم كريبتوكوكال انتيجين يطلع اكتر من 1 ل 8. بالنسبه للتريتمنت بعمل له كذا يعني كذا خطوه في العلاج. اول حاجه بعمل اندكشن ثيرابي، ودي بتستمر مش اقل من اسبوعين. بدي فيها ايه؟ فيها البريفيرد ثيرابي هو الليبوسوم الانفوتيريسين بي مع الفلوسايتوزين، او الانفوتيريسين بي دي اوكسيكوليت مع الفلوسايتوزين. طب ايه الالترناتيفز؟ بستخدم الانفوتيريسين بي ليبيد كومبلكس مع الفلوسايتوزين، او الليبوسوم الانفوتيريسين بي مع الفلوكونازول، او الانفوتيريسين بي دي اوكسيكوليت مع الفلوكونازول، او الليبوسومال انفوتيريسين بي لوحده، او فلوكونازول مع فلوسايتوزين، او الفلوكونازول بستخدمه لوحده. بعد ما خلصنا مرحله الاندكشن ثيرابي اسبوعين، بعمل كونسوليديشن ثيرابي، ودي مش اقل من 8 اسابيع بعد ما يكون المريض خلص الاندكشن ثيرابي وكان يعني منتظم عليها وخلصها. ابتدي في الكونسوليديشن ثيرابي، بدي فيها فلوكونازول او الالترناتيف الاتراكونازول، بس بيبقى الاتراكونازول هنا هيبقى ليس افكتيف عن الفلوكونازول. بعمل بعد كده مينتنس ثيرابي بالفلوكونازول، بستمر عليه لمده سنه. بالنسبه للكريبتوكوكس مينينجايتس، ما ببتديش الانتي ريتروفايرال ثيرابي غير بعد 5 اسابيع. لازم اخر علاج الانتي ريتروفايرال ثيرابي مش اقل من 5 اسابيع، ما ادهوش مع الكريبتوكوكس مينينجايتس، عشان الايريس سندروم زي اللي قلناها قبل كده مع التي بي. الايريس سندروم هو الاميون ريكونستيتيوشن انفلاماتوري سندروم، بيحصل فيها كلينيكال وورسنينج للكونديشن اللي هي الكريبتوكوكال مينينجايتس هنا. فلو انا ابتديت الاي ار تي قبل 5 اسابيع، فبالتالي انا في الكريبتوكوكال مينينجايتس ما ابتديش الاي ار تي غير بعد 5 اسابيع. مده العلاج بتبقى مختلف عليها، لان لازم اتاكد ان الانتي فانجل اللي هو يعني هو بياخد الانتي فانجل لازم تفضل يفضل يعني المريض يفضل مستمر عليها طالما ان السي اس اف بتطلع بوزيتيف ريزلت. لازم اتاكد ان هي نيجاتيف، وبعد ما تبقى نيجاتيف كمان يستمر على العلاج لمده شهر عشان اتاكد انه خلاص انه اتعافى تماما وبقى وخف والعلاج بقى كويس معي. لازم بعد ما السي اس اف يطلع نيجاتيف استمر على يفضل ماشي على العلاج لمده شهر كمان. طيب بعمل بروفيلاكسيس بايه؟ اولا هو ممكن يحصل ريلابس في خلال سنه، فلما بعمل سكندري بروفيلاكسيس فانا بدي الفلوكونازول وما بوقفهوش غير بعد سنه، ولازم اتاكد ان السي دي 4 كاونت زاد عن 100 لمده 3 شهور او اكتر عشان اقدر اوقفه. ولو لقيته قل عن 100 فارجع تاني اديله العلاج تاني. البرايمري بروفيلاكسيس في حاله الكريبتوكوكوزيس نوت انديكيتد، لانه مش بيقلل المورتاليتي بل ممكن يزود لي او يعمل لي ريزيستنس، فبالتالي هو نوت انديكيتد مش بديه.
بالنسبة للمايكوبكتيريوم افيام كومبلكس اللي هو الماك، ده في منه تو سبيشيز اللي هي المايكوبكتيريوم افيام والمايكوبكتيريوم انترا سيلولاري، بيتنقل عن طريق الانهاليشن بالريسبيراتوري سيستم او الانجكشن عن طريق الجي اي تي، وده بيحصل لما السي دي 4 كاونت تقل عن ال50. طب ايه هي الساينس والسيمتومز بتاعته؟ بنلاقي انه بيحصل ويت لوس، بيحصل فيفر، تشيلز، نايت سويتس، ممكن يحصل ابدومينال بين او دايريا. الدايجنوزز بيبقى عن طريق البون مارو بايوبسي او ستول كالتشر او البلاد او ليمف نود كالتشر. طيب ازاي اعالج الماك؟ البريفيرد ثيرابي هيبقى الماكرولايد مع الايثامبيوتول. الماكرولايد اللي انا بستخدمه الكلاريثرومايسين او الازيثرومايسين، والازيثرومايسين بستخدمه لو في اي دراج انتر اكشن او انتولرانس للكلاريثرومايسين مع الايثامبيوتول لمده سنه. طيب في بقى ادويه تانية انا بضيفها لو في مثلا الاميونو سابريشن زاد مثلا والسي دي 4 كاونت لقيتها قلت عن ال50، او مفيش افكتيف اي ار تي اقدر استخدمه للعيان ده، ففي الحاله دي انا بلجأ للادويه بضيفها على البريفيرد ثيرابي اللي احنا قلناه اللي فات ده، زي الريفابيوتين او الفلوروكينولون زي الليفوفلوكساسين او الموكسيفلوكساسين، او بستخدم امينوجلايكوسايد زي الاميكاسين او الستريبتومايسين. السكندري بروفيلاكسز في الماك ممكن اوقفه بعد 12 شهر من العلاج، يكون هو بياخد العلاج لمدة 12 شهر، لو لقيت السي دي 4 كاونت اكتر من 100 لمدة 6 شهور او اكتر مع طبعا العلاج بالاي ار تي، وابدأ تاني ادهوله لو لقيت السي دي 4 كاونت قلت عن 100 فابتدي ادهوله تاني سكندري بروفلكسز. بالنسبة للبرايمري بروفلكسز فانا بديه لما السي دي 4 كاونت تقل عن 50، وبوقفه لو السي دي 4 زادت عن 100 لمدة 3 شهور ورا بعض او اكتر مع العلاج المستمر من الانتي ريتروفايرال ثيرابي. والبرايمري بروفيلاكسس بعمله بالكلاريثروميسين او ازيثروميسين، يا اما بديه بدوز 1200 مللي جرام مره في الاسبوع او 600 مللي جرام مرتين في الاسبوع. والالترناتيف بتاعهم هو الريفابيوتين، وده بيتعاطى مع الاكل، مع وجبه الاكل لو كان المريض عنده اي مشاكل في الجي اي تي. في بعد كده السيتوميجالو فيروس، وده بيبقى نسبة الإصابة بيه عالية جدا في أمريكا، و90% من المصابين بيبقوا أسيمتوماتيك. بنلاقي كمان أن الفيروس بيفضل ليتنت في جسم الإنسان لغاية ما يحصل له إميونو سابريشن أو يبقى إميونو كومبرمايز ويبدأ الفيروس أن هو يهاجم الجسم. الدياجنوزيس بيبقى معتمد على المكان اللي بتحصل فيه الإصابة، مثلا لو كانت ريتينايتس وده اهم مكان بيحصل فيه انفكشن بالسيتوميجالو فيروس، وده بيظهر لما السي دي 4 كاونت بيقل عن 100، بلاقي ان المريض بيشتكي من او بيحصل له حاجه اسمها فلوترز. فلوترز يعني بيحصل بين، اللي هي فلوترز بيحصل بين بيهايند ذا اي، بيبقى فيه الم كده خلف العين، والفلوترز دي بتتطور جدا بسرعة في خلال أسابيع لشهور وممكن تؤدي إلى بلايندنس. برضو في أماكن تانية ممكن يحصل فيها انفكشن زي الإسوفاجيتس أو الكولايتس أو النيومونيتس أو يحصل نيورولوجيك مانيفستيشنز. بالنسبة للثيرابي لو كانت ريتينايتس فأنا هشوف إذا فيها حالتين، لو كانت سايت ثريتنينج ليجنز او بريفيرال ليجنز. لو كانت سايد ثريتنينج ليجنز فانا بدي الفالجان سيكلوفير، طبعا هنا كل الدراجز هتبقى انتي فايرال لان ده فيروس اصلا، فايرال انفكشن، بدي الفالجان سيكلوفير اورالي بلس انترا فيتريال انجكشن. انترا فيتريال يعني بديه على طول دايركتلي في الاي للجان سيكلوفير او الفوسكارنت، والبيريود هنا بتبقى في حالة الفالجان سيكلوفير الأورالي بتبقى من 14 ل 21 يوم، والإنترافيتريال إنجكشن بتبقى بدي من 7 ل 10 أيام. الالترناتيف ثيرابي اني بدي الجان سيكلوفير أو الفوسكارنت أو سيدوفوفير، والسيدوفوفير بدي مع سالين هيدريشن وبروبينيسيد علشان أقلل البوسيبول نيفروتوكسيستي اللي بتحصل من السيدوفوفير.
لو كانت بريفرال ليجن فانا بدي الفالجان سيكلوفير، والالترناتيف هيبقى برضو نفس اللي في السايد ثريتنينج ليجن، الجان سيكلوفير او الفوسكارنت او السيدوفوفير. لو كانت بقى اسوفوجايتس او كولايتس فانا بدي الجان سيكلوفير، او الالترناتيف هيبقى الفوسكارنت او الجان او الفالجان سيكلوفير. النيومونايتس بدي فيها الجان سيكلوفير او الفوسكارنت بنفس الدوزز بتاعت الريتينايتس. لو كانت نيورولوجيك مانيفستيشنز فبدي كومبينيشن من الجان سيكلوفير مع الفوسكارنت بنفس الدوزز بتاعت الريتينايتس. وباخد بالي ان انا لو هبدا اي ار تي لازم فانا بستنى اسبوعين من بدايه العلاج بتاع السيتوميجالو فيروس، وبعد كده ابدا الانتي ريتروفايرال ثيرابي. البروفيلاكسز هيبقى سكندري بروفيلاكسز او برايمري بروفيلاكسز زي ما قلنا في كل الايه الاوبورتونستيك انفكشن اللي فاتوا. السكندري بروفيلاكسز هنا بيبقى مهم لكل العيانين، وبوقفه لو لقيت السي دي 4 كاونت زادت عن 100 لمده 3 ل 6 شهور او اكتر نتيجه ان هو بياخد ابتدى ياخد علاج الاي ار تي، وارجعه تاني السكندري بروفيلاكسز اعيده تاني لو لقيت السي دي 4 كاونت قلت عن 100. طيب البرايمري بروفيلاكسز هنا هيبقى نوت ريكومندد، لكن الناس اللي هتبقى السي دي 4 كاونت بتاعها اقل من ال 50 فباخد بالي ان انا اعمل لهم ريجولار فاندوسكوبيك اكزامينيشن، اعمل ريجولار فحص القاع العين بشكل منتظم. هو ده اللي انا بعمله له. كده خلصنا السيتوميجالو فيروس، وهندخل بعد كده على التوكسوبلازموزيس او زي ما هو معروف باسم اللي هو مرض القطط. يعني بنلاقي ان هو طبعا اي حد بقى عنده قطه او كده فلازم طبعا ياخد احتياطاته، ان هو على طول الليتر بوكس بتاعها يتغير، يغسل ايديه كويس، لازم يعني يعمل احتياطات والايه وياخد باله من الهيجين، انه دايما يبقى المكان نظيف وهو نفسه يبقى نظيف علشان نمنع التوكسوبلازموزيس. بالنسبه للساينز والسيمتومز هنلاقي ان هي بتعمل فيفر وهيدك، وبيعمل changes في المنتال ستيتس، وبيعمل اتاكسيا، فيجوال فيلد لوس، وبيعمل سيجرز. الدايجنوزز بيبقى عن طريق البرين بايوبسي او انتي بوديز في السيرم او في السي اس اف، او عن طريق الام ار اي او السي تي. طب ايه هو الثيرابي اللي انا بستخدمه؟ البريفيرد ثيرابي بيبقى البايريميثامين مع سلفادايازين. البايريميثامين بيعمل بون مارو سبريشن، وبيعمل ثرومبوسايتوبينيا وجرانيولوسايتوبينيا وانيميا. البايريميثامين بيحتاج ان انا اضيف له ليوكوفورين اللي هو الفولينيك اسيد علشان يقلل البون مارو افكتس بتاعه. الديوريشن بيقعد 6 اسابيع او بعد ما اتاكد ان الساينز والسيمتومز اختفت تماما. الالترناتيف ثيرابي هيبقى الكليندامايسين، وده بيستخدم مع البايريميثامين برضو زي اللي فات دوت، بس بحط كليندامايسين لو حد عنده سلفا ديازين انتوليرانس او اي مشكله من السلفا دراجز. برضو ممكن نستخدم الترايميثوبريم سلفا ميثوكسازول، او الاتوفاكون مع البايريميثامين ليوكوفورين، او الاتوفاكون مع السلفا ديازين. واخد بالي في السلفا ديازين برضو ان هو لازم الاحظ الكريستال يوريا، وبرضو ممكن نستخدم الاتوفاكون. يبقى ملخص سريع كده للثيرابي ان البريفيرد هو البايريميثامين مع السلفادايازين، تمام؟ بايريميثامين دايما بحط معاه اليوكوفورين مع السلفادايازين. طيب الالترناتيف استخدم ايه؟ هو برضو البايريميثامين بس ابدل السلفادايازين للناس اللي عندهم سلفا انتوليرانس، بحط مكانه كليندامايسين، يا اما ان انا استخدم الترايميثوبريم سلفا ميثوكسازول، يا اما استخدم الاتوفاكون. الاتوفاكون ده بضيف معاه يا اما بايريميثامين ليوكوفورين او السلفادايازين، يا اما بحط الاتوفاكون لوحده. هدخل بقى على البروفيلاكسز. هعمل البروفيلاكسز ان هو لو كانت السي دي 4 لقيتها اقل من 100، لقيتها 100 او اقل، لازم ادي برايمري بروفيلاكسز. بدي برايمري بروفيلاكسز بايه؟ ادي يا اما بالترايميثوبريم سلفا ميثوكسازول، يا اما دابسون بايريميثامين ليوكوفورين، يا اما الاتوفاكون واحط معاه بايريميثامين او لا، يعني ممكن لوحده او مع البايريميثامين. والبرايمري بروفيلاكسس ده بوقفه لو لقيت السي دي 4 كاونت زادت عن ال 200
لمدة 3 شهور او اكتر طالما هو بياخد العلاج بتاع الاي ار تي، بس لازم اتاكد ان هو لمدة 3 شهور او اكتر السي دي 4 قيسها تعلى عن ال 200. في الحالة دي ممكن اوقف البرايمري بروفيلاكسز. برضو لو كان البرايمري بروفيلاكسز او لو لقيت السي دي 4 من 100 ل 200، ولقيت جيت اقيس الاتش اي في ار ان اي لقيتها اقل من الليمت اوف ديتكشن لمده 3 ل 6 شهور متواصله، برضو في الحاله دي ممكن اوقف البرايمري بروفيلاكسز. طيب بالنسبه للسكندري بروفيلاكسز بعمله بالبايريميثامين مع ليوكوفورين وسلفادايازين، يا اما بالكليندامايسين زي البايريميثامين برضو في حاله السلفا انتوليرنس زي ما قلنا في الثيرابي، يا اما ترايميثوبريم سلفا ميثوكسازول، يا اما اتوفاكون واحط معاه بايريميثامين ليوكوفورين او معاه سلفا ديازين، يا اما الاتوفاكون لوحده. تقدر تقول هنا ان هي شبه الالترناتيف ثيرابي اللي احنا قلناه من شويه. والسي دي 4 كاونت في حاله السكندري بروفيلاكسز لو لقيتها زادت عن ال 200 لمده 6 شهور او اكتر مع علاج الاي ار تي، فانا ممكن اوقف السكندري بروفيلاكسز في الحاله دي. اهم واكبر موضوع بقى هنتكلم فيه بعد كده هو التيوبركلوزز او التي بي، وده هياخد مننا شرح شويه في شويه كلام كتير كده. طبعا بتسببه المايكوباكتيريوم تيوبركلوزز، بيتنقل عن طريق البيرسون تو بيرسون عن طريق الانهاليشن للدروبلتس للاير دروبلتس، وبتبقى شايله البكتيريا بتاعه المايكوباكتيريوم تيوبركلوزز، فبيحصل لها انهاليشن من بيرسون وينقله لبيرسون تاني. طيب الدايجنوزز بتاعه بالناحية الساينس والسيمتومز فهي نون سبيسيفيك، مش يعني اعراض عاديه جدا مش مميزه للتي بي، لانه بيحصل فيه كاف، بيحصل ويت لوس، بيحصل ماليز تشيلز وفيفر ونايت سويتس، فهي مش مميزه للتي بي خالص. بالنسبه للراديولوجي لما بعمل جست راديوجراف بيبقى الاقي باتشي او نودولار انفيلتريتس في الابر لوبز بتاعه اللنج. بالنسبه للمايكروبيولوجي فانا بعمل سبيوتم سمير او سبيوتم كلتشر. في تيست مميز جدا للتي بي هو التيوبركلين سكين تيست، ان انا بعمله عن طريق المانتو ميثود. بعمل فيها انتراديرمال انجكشن للتيوبركلين في الفور ارم، وبقيس بعد كده الديامتر بتاع الانديوريشن اللي هو بيحصل سويلنج كده في مكان الانجكشن، فبقيس انا السايز بتاع السويلنج ده بعد 48 ل 72 ساعه. ديت بتوضح المانتو ميثود، وبعد كده بيقيس السايز اوف انديوريشن. وفي سلايد ثانيه حاطه لكم فيها الشكل السويلنج اللي بيحصل اهو، وبعدين بيقيسوا وبيشوفوا يا اما بيطلع 5 او 10 او 15. بالنسبه لكل واحده من الارقام دي، انه مثلا لو طالع السايز بتاع الانديوريشن 5 او اكتر فده بعتبره بوزيتيف في الناس اللي عندها HIV او اللي هم عاملين organ transplantation او البيشنت اللي هم عندهم fibrotic changes على الشست راديوجراف وكان من قبل كده جاله TB، كان مريض TB من قبل كده، فده هعتبره برضو positive. او البيشنت اللي هو in contact مع مريض تاني عنده TB، او البيشنت اللي هم عندهم immunosuppression. طيب انا بعتبره لو كان لقيت السويلنج ده 10 او اكتر فبعتبره بوزيتيف فيه لو شخص مثلا هاجر من بلده وبلده دي كانت منتشر فيها مرض التي بي وراح لبلد تانية، فلما يجي مثلا في البلد التانية دي يعملوا له تحليل او المانتو تيست للتي بي ولقوه 10 او اكتر فهيعتبروه بوزيتيف. برضو الانجكشن دراج يوزر او الناس اللي هم بيشتغلوا في مجال المايكروباكتيريولوجي او الشيلدرن اللي اقل من 4 سنين، وكل الشيلدرن والادوليسنس بيبقوا ات هاي ريسك، فلازم اخد بالي لو لقيتهم 10 او اكتر فهم كده بوزيتيف. طبعا بقى لو لقيتها 15 او اكتر فدي بوزيتيف في اي شخص. ودي بقى السلايد اللي انا بقول لكم فيها نفس الكلام برضو كل واحد بيطلع ايه، بس انا عشان يبان فيها شكل السويلنج بعد المانتو تيست. طب لو انا بقى عايزه اعمل تيست للليتنت تيوبركلوزز انفكشن، فاول حاجه انا بشوف اللايكلي اوف انفكشن، يعني احتماليه ان هو يجي له انفكشن بالتي بي، ممكن يبقى لايكلي او انلايكلي. وهنشوف هنا في الجدول اللي تحت ده بيوضح احتماليته بيبقى في الناس اللي مثلا يبقى هاوس هولد
كونتاكت او ان هم على يعني مختلطين بناس او اكتف كيسز من التي بي، المايكروباكتيريولوجي او اللي هم اللي بيهاجروا من اماكن فيها تي بي مثلا. طب الريسك اوف بروجريسنج، او انا عايز اعرف الريسك ان هو ممكن الحاله تتطور عنده الى تي بي، ممكن يبقى الريسك ده لو تو انترميديت او هاي او لو تو هاي. طيب الانترميديت هنا اللي هم مين؟ اللي هم الناس اللي عندهم دايابيتس او الكرونيك رينال فيلير او اي في دراج يوز. بالنسبه للهاي زي الناس التشيلدرن اللي اقل من 5 سنين او عندهم اتش اي في انفكشن او بياخدوا اميونو سبريسيف ثيرابي، او مثلا عندهم ابنورمال تشيست اكس راي وكان عندهم تي بي من قبل كده. فانا لو لقيت ان هو عنده احتماليه ان هو يحصل له انفكشن والريسك بتاعه لو تو انترميديت، ولقيت السكين تيست بوزيتيف وطلع 10 الديامتر بتاع السويلنج كان 10 او اكتر، فانا بعمل له تيست اللي هو الاجرا اللي هو الانترفيرون جاما ريليز اسي، انا يعني هوريه لكم في السلايد اللي جايه. بعمل له الاجرا لو كان واخد البي سي جي من قبل كده، واخد الفاكسين بتاع البي سي جي من قبل كده، او ان انا ممكن اعمل التيوبركلين سكين تيست اعيده تاني. بس يعني هو بيقول ان الاجرا احسن، لكن لو مش متوفر فماشي انا هقبل بان انا اعمل التيوبركلين سكين تيست تاني. لو كان برضو عنده الاحتمالية ان هو يجيله انفكشن بس الريسك بتاعه عالي، ولقيت ان السكين تيست بتاعه بوزيتيف 5 او اكتر، فهنا في الحاله دي مفيش داتا يعني كافيه ان هو يقول لي اعمل اجرا او تي اس تي، فانا بعمل ده او ده مفيش مشكله. لو كان بقى مش محتمل ان هو يجي له انفكشن وكان اللو عنده قليل والسكين تيست بتاعه كان 15 او اكتر، فده ما بعملهوش تيست ولا بالاجرا ولا بالتي اس تي. هنتكلم بعد كده. ده الانترفيرون جاما ريليز اسي او الاجرا اللي انا قلت لكم اللي اتكلمنا عليه في السلايد اللي فاتت. ده عباره عن بلاد تيست بعرف بيه وجود التي بي انفكشن عن طريق الانترفيرون جاما. ودوت ازاي الاسي ده بيتعمل اهوت، حطيته لكم، ده مش موجود في الكتاب برضو. الاجرا ده لما يطلع بوزيتيف معناها ان البيشنت ده عنده تي بي انفكشن، بس هو مش بيحدد لي اذا كان ليتنت ولا اكتف تي بي. في حاجه اسمها البوستر افكت، بمعنى ان انا لو واحد كان عنده تي بي من قبل كده من زمان وخلاص وتعالج واخد علاج وتعالج خلاص، يجي بقى يحلل بعد فتره يطلع التحليل بتاعه السكين تيست يطلع نيجاتيف، او انه يطلع مثلا ممكن تطلع سمول ريزلتس كده يعني. فده اعمل له ايه؟ اعمل له تيست تاني بعد اسبوع، لو لقيته طلع بوزيتيف يبقى معنى كده ان هو ده بوستر افكت، وهو كده يعني مش محتاج اي ان هو ياخد اي بروفيلاكسز للتي بي. طب ايه بقى الفرق ما بين الليتنت والاكتف تي بي انفكشن؟ الاقي ان الليتنت تي بي بيبقى شو عنده البكتيريا بتاعه المايكوبكتيريوم توبركلوزس موجوده بس نوت اكتف، لكن في حاله الاكتف تي بي لا، في بكتيريا وفي كميه كبيره كمان منها. الليتنت تي بي ده مش بينقل الانفكشن بتاعه لحد، لكن الاكتف ده ممكن ان هو يعدي اي حد. الليتنت بيبقى مش حاسس بحاجه، يعني هو قاعد كويس مفيش اي اعراض مفيش اي حاجه ومش حاسس ان هو عيان، لكن الاكتف تي بي لا، ده بيبقى عيان وعنده اعراض وعنده كاف وفيفر ويت لوس اللي هي الاعراض بتاعه التي بي اللي هي اللي قلنا عليها نون سبيسيفيك. بالنسبه للليتنت والاكتف الاثنين لما بيعملوا سكين تيست بيطلع بوزيتيف. بالنسبه للتشست راي التشست اكس راي في حاله الليتنت بتطلع نورمال، لكن في حاله الاكتف بتطلع اب نورمال. في الليتنت سبيوتم كالتشر بتطلع نيجاتيف، لكن في الاكتف تي بي هتبقى بوزيتيف. بالنسبه للليتنت تي بي بديله بروفيلاكسز علشان انا اخاف ان هو ممكن يحصل بروجريشن لاكتف انفكشن، فبديله بروفيلاكسز. لكن الاكتف دوت لا، ده بياخد علاج للتي بي مش بروفيلاكسز وخلاص. دي برضو توضيحيه للفرق ما بينهم لانها مش محطوطه في الكتاب يعني. طب ازاي اعالج بقى الليتنت انفكشن؟ انا الجول بتاعي في علاج الليتنت ان انا احاول انه ما يحصلش بروجريشن للكيس بتاعته ويتحول لاكتف تي بي. مين بقى الناس اللي انا اكتر ناس بهتم ان انا اعالجهم لو كانوا ليتنت؟
اللي هم اللي كان لو كان اتش اي في بيرسون عنده بيرسون عنده اتش اي في، اي حد يبقى ان كلوز كونتاكت مع بيشنت انفكتد بالتي بي، اي اميونو سبريسد بيرسون يعني مثلا زي اللي هم عاملين اورجان ترانسبلانتس او بياخد كورتيزون زي البريدنيزون مثلا اكتر من 15 ميلي جرام في اليوم واخده لمده اكتر من شهر، برضو الانجكشن دراج يوزرز والناس اللي بيشتغلوا في مجال المايكرو بكتيريولوجي، والاطفال اللي هم اقل من 4 سنين او الاطفال والادوليسنس اللي هم ات هاي ريسك وبيتعاملوا مع اشخاص كبار عندهم المرض، فدول هيبقوا ات هاي ريسك، فدول بعالج التي بي لو كانوا ليتنت في الحاله دي. ايه هي الدوزز الدوزنج ريجيمن او ريجيمن بتاع العلاج اللي بستخدمه في الليتنت تي بي؟ بشوف لو كان البيشنت ما عندهوش اتش اي في فهياخد الايزونايزايت لمده 6 لـ 9 شهور وبيبقى 9 شهور لو كان children او pregnant woman، او ان انا بدي الريفامبين لمدة 4 شهور، هنا الديوريشن مهمة وتتحفظ في التي بي كله، كل الديوريشن مهمة، الريفامبينتين مع الايزونايزايد لمدة 12 اسبوع او الريفامبين مع الايزونايزايد لمدة 3 شهور، بس الريجيمن ده مش السي دي سي مش مفضلة استخدامه. في بقى لو كان البيشنت عنده اتش اي في مع التي بي فبديله ايزونايزايد لمده 9 شهور، او الالترناتيف انه ياخد الايزونايزايد دوز 900 ملي جرام مرتين في الاسبوع لمده 9 شهور، لكن في الاولانيه كانت ايزونايزايد 300 ملي جرام في اليوم لمده 9 شهور، الالترناتيف انه يبقى 900 ملي جرام مرتين في الاسبوع لمده 9 شهور. طيب بالنسبه للاكتيف تي بي، البرنسبل بتاع العلاج في الاكتيف تي بي ان هو ياخد ميني دراجز، ما بياخدش دواء واحد، بياخد كولكشن كده كذا دراج مع بعضه. الفيرست لاين ايجنت اللي بستخدمهم الايزونايزايد، الريفامبين، البايرازينامايد، الايثامبيوتول. السكند لاين بيبقوا الاميكاسين، الكانامايسين، البيداكويلين، كابريومايسين، سايكلوسيرين، الايثيونامايد، الفلوروكينولونز، الباراامينوساليسيليك اسيد، ريفابيوتين، ريفابينتين او الستريبتومايسين. هنتكلم على التريتمنت بقى، الريجيمن اللي انا بستخدمه. الريكومندد ريجيمن هو هنا مقسمها الانتنسيف فيز يعني باخد في مرحله علاج مكثف، والكونتينويشن فيز دي اللي بيفضل اللي بيمشي عليها بعد كده. برضو هقسمها لو كان ما عندوش اتش اي في او لو كان عنده اتش اي في. لو ما كانش عنده اتش اي في فبستخدم الايزونايزايد والريفامبين والبايرازينامايد والايثامبيوتول لمده 2 شهر، وبعد كده الكونتينويشن فيز بالايزونايزايد ريفامبين لمده 4 شهور. لو كان عنده اتش اي في فهو نفس الريجيمن، الايزونايزايد والريفامبين والبايرازينامايد والايثامبيوتول لمده 2 شهر، والايزونايزايد والريفامبين لمده 4 شهور. طيب الاوبشنال بقى ريجيمن في الانتنسيف فيز ان انا بستخدم الايزونايزايد، هم هتلاقيهم تقريبا هم نفسهم، بس الطريقه بتاعه الريجيمن بتاع العلاج مختلفه. يعني هنا مثلا لو كان بياخده ديلي او 5 مرات في الاسبوع، هنا هياخده 3 مرات في الاسبوع في حاله اللي هو لو ما عندوش اتش اي في. الانتنسيف فيز هيبقى 3 مرات في الاسبوع او يوميا لمده 2 اسبوع، بعد كده ياخده 2 مرات في الاسبوع. يعني هو الاختلاف ده، لكن هم نفس لو بصينا لهم هم نفس الريجيمن بتاع العلاج بتاع الريكومندد ريجيمن اللي فات. في حاله البيشنت لو عنده اتش اي في لا ما بطبقش الاوبشنال الريجيمن ده، ما لا ما ملهوش غير ريجيمن واحد اللي هو الريكومندد اللي فوق دوت، بنفس طريقه الدوزز ونفس طريقه العلاج في الايام والاسابيع. في شويه بقى ملاحظات لازم اخد بالي منها لما المريض يكون هياخد علاج الاتش اي في مع ادويه التي بي. لو مثلا السي دي 4 اقل من 50 زي ما قلنا قبل كده ان انا ببدا علاج الاتش اي في في خلال 2 اسبوع، غير كده ببدا في خلال 8 لـ 12 اسبوع. البروتيز انهيبيتورز والنون نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز كلهم ما عدا النيفيرابين والايفافيرنز، دول ما ايه يعني دول الوحيدين اللي ممكن اديهم مع ريفامبين، لكن كل البروتيز انهيبيتور والنون نيوكليوسايد ما عدا الاثنين دول ما اديهمش مع الريفامبين. الانتجريز انهيبيتورز ده ممكن يتاخدوا مع الريفامبين ما عدا الالفيتيجرافير، الالفيتيجرافير ده ما ينفعش يتاخد.
النون نيوكليوسايد او اللي هو النون نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتاز ده ممكن يتاخد مع الريفامبين ما عدا التينوفوفير الافينامايد ده ما يتعطاش مع اي واحد من عيله الريفامايس. بالنسبه لما اجي اوقف الريفامبين فانا قبل ما ابدا اي بروتيز انهبيتور او الالفيتيجرافير او اي نون نيوكليوسايد لازم اعمل ووش اوت بيريود من اسبوع لاسبوعين. الريفامبين لو انا هستبدله بالريفابيوتين لو ما اجي استبدله الناس اللي هتاخد نون نيوكليوسايد ريفيرس ترانسكريبتيز مع الريفابيوتين لازم ازود لهم جرعه الريفابيوتين ل 450 ل 600 ملي جرام في اليوم. لكن البروتيز انهبيتور مع الريفابيوتين لا، العكس بقى، ان انا بقلل الدوز بتاعه الريفابيوتين ل 150 ملي جرام في اليوم او بديها يوم بعد يوم، يعني ممكن اقول ان هي 300 ملي جرام 3 مرات في الاسبوع. ولازم اخد بالي ان الالفيتيجرافير اصلا ما بيتاخدش مع الريفابيوتين. البيشنتس اللي بياخدوا ريفابيوتين مع البروتيز انهبيتورز او الانتجريز انهبيتورز او النون نيوكليوسايد دول لازم اتابع ال HIV RNA بتاعهم ريجولرلي. الريفابنتين بيتعطى للبيشنتس اللي بياخدوا ريجيمن فيه ايفافيرنز او الرالتيجرافير. لو كان بقى البيشنت عنده دراج ريزيستنس للايزونيازيد فبديله ريفامبين وبايرازينامايد وايثامبيوتول ومعاهم الموكسي فلوكساسين او الليفو فلوكساسين لمدة شهرين. الريفامبين ممكن ابدله بالريفابيوتين عادي. في حالة بقى الكونتينويشن فيز لا، بديله ريفامبين او ريفابيوتين مع الايثامبيوتول مع الموكسي فلوكساسين او ليفو فلوكساسين بدهم للمدة 7 شهور مش 4 زي اللي فاتت. طيب لو في دراج ريزيستنس للريفامبين فبدي ايزونايزايد مع البايرازينامايد مع الايثامبيوتول لمدة 9 ل 12 شهر. وممكن اضيف الستريبتومايسين في اول شهرين علشان وبعد كده اوقفه، بس عشان اوقف عشان اقلل التوتال الوقت وقت التريتمنت التوتال بدل ما يبقى 9 ل 12 شهر يبقوا 9 شهور بس. التوتال ديوريشن اوف ثيرابي ده بيتوقف على عدد الدوزز اللي انا عطيتها مش على الوقت. يعني لو 3 شهور مثلا، لو هقول مثلا 3 شهور يبقى 3 شهور دول بالكمبليت الدوزز من الريجيمن بتاعه. في حاله البالمونري تي بي التوتال ديوريشن يبقى 6 شهور. لو كان بالمونري تي بي ولقيت الكالتشر بوزيتيف بعد شهرين فبديهوله 9 شهور فبطول المده شويه. لو كان في اكسترا بالمونري تي بي مع CNS infection لو كان حصل كمان في CNS يبقى من 9 ل 12 شهر. لو كان معاه بون او في الجوينت هيبقى من 6 ل 9 شهور. لو في اي مكان تاني هيبقى لمدة 6 شهور. اخر جزء هنتكلم عليه في محاضرة الHIV هو الانتي فانجل ثيرابي. اول واحد فيهم الانفوتيريسين بي، وده الاكتيفيتي بتاعته بتبقى اجانست فانجاي كتير زي مثلا الكانديدا او البلايوميسز او الكريبتوكوكس كريبتوكوكا النيو فورمانس. بستخدمه اجانست الكريبتوكوكس مينينجايتس وكمان في سيستميك فانجال انفكشنز تانية بتستخدم فيها. من بيعمل ادفيرس افكتس كتيره منها مثلا رينال توكسيستي، ان هو في خلال اسبوعين من العلاج بنلاحظ ان الجلوميرولار فلتريشن ريت قلت 40%. والرينال توكسيسيتي دي بتبقى ريفرسبل، لكن لو كانت التوتال دوز اكتر من 4 ل 5 جرام هتبقى اير ريفرسبل. بتظهر على شكل رينال تيوبولار اسيدوزز او يورين كاستس او ازوتيميا او اوليجيوريا. ازاي اعمل لها بريفنشن؟ بعمل عن طريق ان انا correct salt depletion وان انا avoid diuretics. salt depletion دي بعملها ان انا بدي 3 لتر من النورمال سالين لمدة 24 ساعة او بدي 500 ملي نورمال سالين قبل وبعد الدوز بتاعة الانفوتيريسين. كمان بيعمل thrombophlebitis ودي بقدر اعمل لها prevention عن طريق ان انا استخدم central site وان انا ادي heparin وان انا اعمل دايليوشن للدوز ل 0.1 ملي جرام بير ملي لتر واعمل لها انفيوجن على 4 ساعات. بيقول ان هو ممكن اعمل انفيوجن من 45 دقيقة لغاية ساعتين، ده برضو ممكن ما يعملش مشكلة، المهم ان هي لازم تتعمل على فترة من الوقت. برضو بيعمل انيميا، كمان بيعمل فيفر وتشيلز من ضمن الادفيرس افكتس.
وفي الحالة ديت قبل ما ادي الانفوتيرسين بي فانا بدي هيدروكورتيزون 25 ملي جرام اي في، او ادي ايبوبروفين قبل الانفيوجن بنص ساعة عشان يقلل الفيفر والتشيلز. برضو بيعمل ريجرز، ودي بعالجها ان انا بدي الميبريدين. بعد كده الدوزنج بتاع الانفوتيرسين بي ببدأ ب 0.25 ملي جرام لكل كيلو جرام، وبيتعطى على فترة من 4 ل 6 ساعات، وبزود الدوز دي جراديولي. لكن هو هنا بيقول ان لو كان اميونو كومبرومايزد بيشنت فانا بزود الدوز بسرعة. بالنسبة للفورميوليشنز بتاعته، في منه اللايبوسوم او اللايبوسوم الانفوتيرسين بي، ليبيد كومبلكس انفوتيرسين بي، والكولويدال ديسبرشن. من ضمن الانتي فانجلز برضو الازول انتي فانجلز، ودول منهم زي ما احنا عارفين الكيت والكونازول، وده بستخدمه كاخر لاين لو مفيش اي ازول تاني ممكن يستخدم. له ادفيرس افكت انه بيعمل نوزيا وابدومينال بين، وبيعمل هيدك وراش، بيقلل الليبيدو، وبيعمل امبوتنس وجاينيكوماستيا، وبيعمل منسترال ايريجولاريتيز، وبيعلي الليفر فانكشن تيستس. بالنسبه للدراج انتر اكشن، فهو بيعمل انتر اكشن مع الانتاسيدز ومع الاتش 2 بلوكرز والبي بي ايز كلها، والريفامبين والسايكلوسبورين والفينيتوين والوارفرين والميدازولام والسينفاستاتين والبروتيز انهيبيتورز. في كمان الفلوكونازول، وده بستخدمه مع الكانديدا انفكشنز ومع الكريبتوكوكال مننجيتس. من الادفيرس افكتس بتاعته انه بيعمل نوزيا وابدومينال بين وهيدك زي الكيتوكونازول، وكمان بيعمل ريفرسبل الوبيشيا، وبيعلي ليفر فانكشن تيستس. بالنسبه للدراج انتر اكشن، فهو سايتوكروم 3A4 انهبيتور في دوزز اكتر من 400 ملي جرام في اليوم، وبيبقى سايتوكروم 2C9 انهبيتور في الدوزز الاقل. بيعمل انتر اكشن مع السايكلوسبورين ومع الوارفرين والفينيتوين. بالنسبه للدوزز بتاعته مختلفه حسب انا هعالج بيه ايه. في الاورال كانديديازيس بلاقيها من 100 ل 200 ملي جرام في اليوم، لكن في الاسوفاجيال كانديديازيس بتبقى 200 ل 400 ملي جرام في اليوم. في حاله الانفيزيف كانديديازيس 400 ل 800 ملي جرام في اليوم. في الاكيوت كريبتوكوكال مننجيتس برضو دوزز عاليه من 400 ل 800 ملي جرام في اليوم. في الكريبتوكوكس مننجيتس لو كانت بروفيلاكسس بستخدم 200 ملي جرام في اليوم بس. في بعد كده الاتراكونازول، وده بيبقى الاكتيفيتي بتاعته اجانست الكانديدا انفكشنز والكريبتوكوكوزيس والاسبرجيلس. بالنسبه للادفيرس افكتس ان هو بيعمل نوزيا وابدومينال بين والهيدك وراش زي ما قلنا في الكيتوكونازول. بيعلي الليفر فانكشن تيستس، لازم يتاخد بحرص مع الهارت فيلير، ولو دوزز اكتر من 400 ملي جرام فما بستخدمهوش مع الهارت فيلير. كمان لو مريض هارت فيلير وجاله اونكومايكوزز ما استخدمش الاتراكونازول معاه. الدراج انتر اكشن هو اصلا سايتوكروم 2C9 و2C19 و3A4 انهبيتور. بيعمل انتر اكشن مع الانتاسيدز والH2 بلوكرز والبي بي ايز، ومع الستاتينز والديجوكسين والفينيتوين والوارفرين والبروتيز انهبيتورز والسايكلوسبورين. بعد كده الفوريكونازول، وده الاكتيفيتي بتاعته اجينست الكانديدا انفكشن والاسبرجيلس برضو والكريبتوكوكوزيس. الادفيرس افكتس انه بيعمل ابنورمال فيجن، وبيعمل كالر تشينجز وفوتوفوبيا، وبرضو بيزود الليفر فانكشن تيستس، وبيعمل راش ونوزيا. الدراج انتر اكشن ان هو سايتوكروم 3A4 و2C9 انهبيتور وسبستريت، وفي جدول هو محطوط في الكتاب بيوضح الدراج انتر اكشن بتاعه ده. من بعض الحاجات اللي مكتوبه في الجدول، مثلا هنقول ان مثلا لو الفوريكونازول اتاخد مع الريفامبين او الريفابيوتين او كاربامازيبين او الباربيتوريتس، فانا بقلل الفوريكونازول دوز. مثلا برضو بالنسبه للدوزنج بتاعته، هنا مكتوب في حاله الاسبرجيلوزيس، يمكن مش مهمه الدوزز ديت، وفي حاله الكانديديازيس والكانديديما. بس يعني حاجه ان هو لو بياخد معاه فينيتوين، لو بياخد مع الفوريكونازول فينيتوين، فانا ازود الفوريكونازول دوز لغايه 5 ملي جرام بير كيلو جرام كل 12 ساعه اي في، او 200 ل 400 ملي جرام كل 12 ساعه اورالي. ده المهم فيها تقريبا.
وبرضو ان انا بعمل دوز ريدكشن في حاله المودريت او سيفير سيروزس. في حاله الرينال انسفشنسي الاورال دوز مش محتاجه ادجستمنت. وبالنسبه للاي في دوز فلو كانت الكرياترين كليرانس اقل من 50 فما بديش الاي في من الفوريكونازول. في من ضمن الازولز الفوساكونازول، ودوت الادفيرس افكتس بتاعته انه بيعمل نوزيا وفوميتنج ودايريا وبيزود الليفر فانكشن تيستس، تقريبا كلهم شبه بعض، وبيعمل ريش برضو. هنا كمان بيعمل هايبوكاليميا وثرومبوسايتوبينيا. الدراج انتر اكشن ان هو سايتوكروم 3A4 انهبيتور، فبقلل بيقلل البوساكونازول ابزوربشن مع البروتون بامب انهبيتور والاتش 2 بلوكر. في كمان الايسافو كونازول، وده الادفيرس افكتس بيعمل نوزيا وفوميتنج ودايريا وبيزود الليفر فانكشن تيستس وهايبوكاليميا وكاف وباك بين. بالنسبه للانتر اكشن ان هو سايتوكروم 3A4 سبستريت ومودريت انهبيتور، بزود الايسافو كونازول دوز مع البروتيز انهبيتور وبقللها مع الريفامبين. اخر واحد في الانتي فانجلز هو الايكينوكاندنز. دوت الاكتيفيتي بتاعته اجينست الكانديدا انفكشنز والاسبرجيلس. بيستخدم في الانفيزيف كانديدياسيس والكانديدينيا والانترا ابدومينال ابسس والاسوفاجيال كانديدياسيس والانفيزيف اسبرجيلوزيس. هنلاقي ان الادفيرس افكتس بتاعته انه بيعمل انفيوجن سايت ريليتد رياكشن وهيديك وجاسترو انتستينال سيمتومز. الانتراكشنز بالنسبه للكاسبوفانجين ما بستخدمهوش مع السايكلوسبورين او التاكرولايمس، والميكافانجين ما بستخدمهوش مع السايرولايمس او النفيدبين. بس وبعد كده الدوزز مش مهمه بالنسبه لنا في حاجه. بعد كده دلوقتي احنا خلاص خلصنا الشابتر بتاع ال HIV والانفكتشس ديزيزز. اتمنى اكون قدرت ابسطه لكم عن الكتاب، هو يمكن الكلام فيه كتير شويه ومليان اسماء ادويه، بس ان شاء الله تيجي معاكم بالتكرار. وبالتوفيق ليكم جميعا وبالنجاح يا رب ان شاء الله، وتفرح مبدعون كلها بنجاحكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.